بدي رحب بضيفي علي حجازي الكاتب والمحلل السياسي، اهلا وسهلا فيك معنا اهلا اليوم. وسهلا فيكي والمشاهدين. تم قطشك كتير، خلينا ناخذ كل الاجواء على الارض وارجع لك. رح ننتقل هلا الى نهر الكلب مع مراسلتنا جويس نوفال اللي موجوده هونيك وسط محاولات المستمره لقطع الاوتوستراد. جويس تفضلي. نعم، صباح الخير طلع لك لضيفك. ليس من محاولات، فبعض الشبان يعني ما بيوصل عددهم للعشرة، بالفعل قطعوا أوتوستراد نهر الكلب على المسلكين الشرقي والغربي، فقط يعني في منفذ واحد عم بخلوا بعض السيارات حسب يعني تمروا. عم نشوف مع الزميل ربيع كيف عم توصل السيارات على قبل يعني الحدود اللي قاطعين فيها الطريق، وعم ترجع تلف تسلك الطريق الداخلية أو الطريق البحرية، لأنه ريتا بالمشاهدات هناك عدد كبير جدا 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 من المواطنين يلي عم ينزلوا على شغلهم، عم يضطروا يتعذبوا ويبرموا برمة طويلة تيروحوا على أشغالهم، لأنه الطريق البحرية سالكة وفاتحة وعجقة سير كتير كبيرة من قبل المواطنين يلي رايحين على أشغالهم، عندهم بيوت يعني مثل ما بنقول يعني بيت رزق يعني عم يشتغلوا. فهيدا الموضوع لاحظناه بطريقنا صوب نهر الكلب. ايضا كان هناك محاوله من بعض الشبان لقطع الطريق يلي عم تكون منفذ للسيارات، لكن الجيش اللبناني لم يسمح بهذا الموضوع واعادوا يعني عادوا ادراجهم الى هذه النقطه يلي عم نشوفها قبل شوي، شفناها قبل شوي، هلا كمان عم نرجع نشوفها مع الزميل ربيع. بس خليني كمان نشوف الطريق يلي عم يسلكوها السيارات والمواطنين من الجهه المقابله للاوتوستراد، هي طريق داخليه لنهر الكلب يسوع الملك. عم يضطروا، رح نشوف كميه السيارات الموجوده ريتا يلي عم بيكون ايضا اوقات في عجقه سير، لانه في بعض الاشخاص ما بيعرفوا هالطرقات الداخليه، عم يستدلوا من بعضهم على هذه الطرقات الداخليه تيقدروا يسلكوا طريق طبيعي ويوصلوا على اشغالهم. يعني الملاحظ الدعوات يلي كانت عم تنقال امبارح انه اضراب عام، ممنوع حدا يروح على شغله حتى اسقاط الحكومه يلي سمعناها بساحه الشهداء وبساحه رياض الصلح، ليس هناك من مظاهر لهيدا الموضوع، فقط هناك من يقطع الطريق، من لا يتظاهر ولا يعبر عن حريه التظاهر، بل فقط يقطع الطريق على مواطن لبناني اخر، وعم بيتعذبوا المواطنين حتى يسلكوا طرقات ثانيه ريتا. يعني بتصور المشهد نفسه عم يتكرر بكذا منطقه، حيث يقطع بعض الشبان هذه الطرقات. هذه هي مشهد البهدلة يعني عم يتكرر بأكثر من منطقة مثل ما ذكرت جويس، يعطيك العافية، أكيد رح نرجع لك بحال كان في شيء جديد من عندك أو من أي منطقة تانية. من زميلتنا جويس نوفل من نهر الكلب رح ننتقل إلى عين المريسة، هونيك موجود زميلنا جورج عبود، تنشوف أيضا كيف المشهد عم بيكون وسط استمرار قطع الطريق. تفضل جورج. نعم ريتا، يعني عن تقاطع عين المريسة مثل ما عم نشوف إشارة عين المريسة، تم تحويل الطريق إلى الشوارع الداخلية. بعدسة الزميل زياد سروان رح نشاهد أنه على مسافة شوي بعيدة عن مكان تواجدنا في تجمع لعدد من المحتجين لقاطعين الطريق، عنصر من قوى الأمن الداخلي وقت اللي عم بحول السير هون، عم نشوف في حركة عالم مواطنين على الكورنيش، ان كان عم بيمارسوا هوايه الصيد ولا المشي، بالاضافه الى لعب الكره الطائره. ونحن الصحافي العمول معروف فرجيني بطاقتك تتاكد، سخريه القدر يعني انه محتاجين يطلبوا بطاقتنا بوقت عنصر قوى الامن الداخلي ما تدخل وما طلب انه يتاكد انه اذا نحن عن جد صحافي ولا لا. لهيك نحن ما تقدمنا اكثر عند النقطه لهونيك، كون قالت لنا انه الاو بي مش مرحب فيها هون. عم نعطيكم صوره مطرح ما تم تحويل السير الى الشوارع الداخليه، مثل ما عم نشوف يعني حركه مواطنين على الكورنيش عم بيضيعوا وقت كونه الطرقات مسكره وما في اشغال، بعض منهم اجى المفضل يقضي وقته هون، بالاضافه
إلى عدد من المحتجين يعني بقاطعين الطريق لسياراتهم. وعند هذه النقطة مطرح ما نحن ننتقل إلى مركزية التيار جورج. نعم جوال يلا معك معك. إيه كلمة واحدة يمكن قالها الوزير جبران باسيل ما سمعناها ما قدرنا نسمعها ولكن تابعنا دخوله. لا ريتا أو ناتالي ريتا حزاري. ريتا يعني نحن حاولنا بطبيعة الحال أن نطرح ولو سؤال بسيط عم يسألوه كل العالم هل هناك من سقوط للحكومة الحالية. يعني بطبيعة الحال رئيس التيار الوطني الحر ومثل ما بتعرفي ريتا وبيعرفوا كل يعني المشاهدين أنه ما فيك تاخدي ولا كلمة منه بهيك ظرف. كان الجواب كيفك هيدا هو هيك الجواب وبالتالي ما راح عليكم أي كلمة. ولكن الأساس أنه وصل رئيس التيار الوطني الحر قبل قليل إلى مركزية التيار بميرنا الشلوحي لا يترأس اجتماع الهيئة السياسية بالتيار الوطني الحر بموضوع رفع السرية المصرفية. هو يلي كان عمل هالخطوة منذ السنتين وبطبيعة الحال أكرر أنه هذا الاجتماع حتى هذه الساعة بعد لم يحسم من سيتحدث من بعد هذا الاجتماع. ولكن الأكيد أنه سيكون هناك كلام لأحد يعني الموجودين قد يكون أقول قد يكون قد يتحدث شخصيا رئيس التيار الوطني الحر. من بعد هذا الاجتماع سيتوجه وفد من التيار إلى عين التيني للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأقول أنه لا يزال النواب والوزراء يتواصلون يصلون تباعا إلى هنا إلى ميرنا الشلوحي للمشاركة في هذا الاجتماع. وأذكر هنا إذا كان بعد في وقت بالقوانين لمكافحة الفساد يلي عمل عليها التيار الوطني الحر على مر سنوات سواء مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد مشهد العون أو مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. رفع السرية المصرفية، استعادة الأموال المنهوبة، رفع الحصانات عن النواب وحتى الوزراء. يعني أي جديد من هنا من أميرنا الشلوحي نحن سنوافيكم به. شكرا لك جوال، اكيد رح نرجع لك. نرجع نشكر كل الزملاء اللي هن موجودين على الارض اليوم وبنرجع نرحب مره جديده بضيفنا علي حجازي الكاتب والمحلل السياسي. خلينا نبلش من المشهديه على الارض. البعض اراد انه اليوم يكون تنين السيارات، ما نجحت بمنطقه واحده، يمكن ببقيه المناطق بعدها مقطعه بالكامل. وعم نشوف بلشت تزداد الاشكالات بين اللي عم يقطعوا الطريق المتظاهرين وبين الناس اللي عم بيشددوا على حريتهم بالتنقل. اسمحي لي بدايه هيك بمقدمه بسيطه لنخاطب فيها الناس ونقول للناس اجى الوقت نحكي بلغه العقل بعيدا عن العواطف، بعيدا عن اللغة اللي بحبها الشارع بالعادي. وأكيد كلمة ثورة وثوار واحتجاجات تغري ببلد للأسف أوصلتنا سلطة سياسية من 92 لليوم لهون. كتير من المرات عم متهم أنه اجر بالبور واجر بالفلاحه، خيي لا مش اجر بور واجر بالفلاحه، في عقل، في منطق، في مشهد، بالسياسي ما في شيء ثابت، ما فيني يكون كل يوم رأيي مثل ما هو رأيي من 20 سنة، إلا إذا بدي أقلد سمير جعجع وأرجع بعد ما بلشت الناس تنسى إنه أنا مجرم ورجل ميليشيات، أرجع اليوم ذكر اللبنانيين إنه أنا مجرم وأنا رجل ميليشيات وأقطيع طرق ولازم نحذر منه. بالسياسي ما في شيء اسمه والله موقفك امبارح خيي لما كنا نحن عم ندعي الى التظاهرات ولما كنا نحن عم ندعي انا علي حجازي ما حدا بيقدر يقول انه في حدا بلبنان اكثر مني بالاو تي في وبالام بي ان وبالمنار وبالجديد وقبل بنهار من الحراك المقدمة الشهيرة للست سمر أبو خليل كنت أنا ضيفها. نحن أنا اللي دعيت الناس بشهر 12 إلى التظاهر في كل المناطق، بس أنا أيضا اللي قلت لهود الناس أصحاب الملايين والمتسلقين واللي باسبوراتهم مختوم عليها 20 رحلة سياحة بالسنة
واللي الزادين هون حقها 3000 و 5000 دولار واللي سياراتهم حقها 60 و 70000 دولار واللي اكلين شربين على طاوله النواب والوزراء وبعض منهم عنده الامكانيه هو يجيب الرؤساء والنواب والوزراء على بيته. هودي لا بيمثلوا الناس ولا بيحكوا باسم الناس ولا بيعنيهم هم الناس. واتحداهم بيوم من الايام وقفوا حديد هيدي الناس. عجبكم تسمعوا هالمره مضطرين نقولكم عجبكم تسمعوا اهلا وسهلا. ما عجبكم انتو شلي من الناس اللي شفتوا لحظه تاريخيه بالبلد صنعها الفقراء، صنعها اللي ما عم يقدروا يدفعوا فاتورة الدواء، صنعها اللي ما عم يقدروا يفوتوا اولادهم على المدرسة، صنعها هودن المزارعين اللي محروق سلافهم صلوا سنين وسنين، صنعها فقراء لبنان. وجيتوا انتوا مجموعة من المتسلقين الكذابين اللي كل واحد منكم عنده اجندة معينة وعنده تصفية حسابات شخصية أو حزبية لحتى تركبوا على هذا الحراك. أنتوا سرقتوا صرخة اللبنانيين الصحيحة. أنتوا مجموعة من الحرامية. أنتوا الشعب يجب أن يحاكمكم يوما لأنكم أنتوا اللي أخذتوا هذا الحراك وركبتوا له أجندة سياسية. وهذا لا يعني أبدا لا الدفاع عن أداء هذه الحكومة وعلى أفرقاء هذه الحكومة. من 92 لل 2005، من 2005 لليوم، ونحن بآخر مرحلة طبعا لما صرنا عم نحكي بالسياسة، عم نقولكم يا جماعة البلد ما بيندار هيك. بس ما بتديروا وحدة حاملة ميكروفون هلا بغض النظر عن دور الاعلام اللي عم يقول بس اليوم صحيفه الاخبار حاكيه بمقال لا ما بعرف قريته طلعت عليه بس خليني اكمل شغله. هو حقيقي ولا هو معلومات؟ بيقولوا انه في بعض القنوات التلفزيونيه، ثلاث قنوات تلفزيونيه اعترفت بقبض الاموال كرمال ما فلتتفضل هذه القنوات اللبنانيه ولتصدر بيانات واضحة وصريحة تقول فيها أن المعلومات التي وردت في صحيفة الأخبار غير صحيحة. غير هيك ما في. طلعوا قولوا للناس هذا الكلام ما هو مزبوط. بس اليوم القنوات أنا بدي سلم جدل معك وإن كنت يمكن ما بوافق أو بوافق، خلينا نسلم جدل إنه في اشتراك للإعلام بالشي اللي عم بيصير، ولكن الإعلام وحده لا يتحمل مسؤولية ما يجري. في شيء برأيك أكبر من هيك عم بتحكيت حضرتك عن وجع الناس اللي هو كان الشرارة الأساسية لانطلاق هذا الحراك، ولكن تم تحريف هذا الحراك إلى مكان آخر، صح أو غلط؟ هذا الحراك بلش بمتظاهرين بيشبهوني، وأنا من الناس اللي شاركوا بمظاهرة رياض الصلح وساحة الشهداء الأحد، وشاركت صحيح. السبت ببعلبك والخميس ليلا، وبلش بصرخات غضب كان يطلقها ناس بيشبهونا من حسن علاق لإبراهيم الأمين لمحمد زبيب لكل هيدي الناس اللي كانت عم تحكي عن مشكل اقتصادي اجتماعي، مشكلة بإدارة البلد، بالفساد، بمظلومية مجلس الخدمة المدنية وعدم توظيفهم، وعم بحكيها على الأو تي في وأنا حكيتها للوزير باسيل بالمباشر، لأنه اليوم ما بقى بدنا نحكي بكفوف، بدنا نحكي بشكل كتير واضح. فجأة بيطلعوا طلاب الجامعة الأمريكية ومدير الجامعة الأمريكية اللي معاشه 850 ألف دولار بده يعبر باسمي عن وجعي، بده يعبر باسم عرسال عن وجعي، وبدهم يعتبروا حزب ستة كنا عن نبعة إجا محبوبة صرنا سبعة وهني ما بيطلعوا سبعة أنه ابن اللبوي وابن عرسال تظاهر لأنه فكر حزب سبعة أنعوا كتير وهو تأثر بتحالف بيروت مدينة ابن بعلبك ونزل لا يتظاهر. ولعمين عم تكذبوا أنتوا؟ أنتوا لا خصكم بالشارع ولا لكم علاقة بالشارع ولا بتمثلوش بشارع ولا أنتوا بحياتكم سألتوا عن هذا الشارع. أنتوا مجموعة من المتسلقين الكذابين، مشروع وزراء ونواب لا أكثر ولا أقل، بس ولكن أنتوا ستدفعون ثمن تضييع حراك الشعب اللبناني. ماشي؟ برأيك سيضيع الحراك نتيجة هذه التطورات؟ ضيعوه. أنا سأكشف. تفضل. أنا من أول يوم كنت عم بحكي معهم يا شباب شو بدكم بلغة السباب والشتائم؟ بلاها لغة السباب والشتائم بتجر شارع بوش شارع. بس تجر شارع بوش شارع يعني انتهت اللعبة ورحنا على صراع داخلي لبناني تقليدي. يا شباب
شو بدكم بقطع الطرقات؟ قبل ما يحكي سمحت السيد حتى لا نتهم انه والله بس حكي السيد غير، انا قبل ما يحكي سمحت السيد بخمسة ايام كتب لهم الى الاضراب، بما معنى سكروا المؤسسات الرسمية وسكروا المصارف، ولكن قطع الطرقات يؤذي هذا الحراك. طيب انا هلا رح انقل ثلاث بس لحظة اليوم معلش زهراء سويدان مش حساب وهمي موجود على تويتر، بدنا بلاكات دم للوالد ما عم نقدر نوصل نجيبها، علي الطويل عم بيناشد سماحة السيد بدنا ندفن ستي بجنوب ما قدرنا دفنيها لهلا لانه ولادها ما عم يقدروا يوصلوا على جنوب، فاطمة فتوني اخذ الطريق معنا 4 ساعات الى الجنوب دفعونا 100 قالوا لنا دفعوا 100,000 ومرقوا. هاي مش حسابات وهمية. لا وشفنا منها على الهواء مباشرة. لا هلا اليوم. طيب هلا جيتوا ركبتوا أجندة سياسية للحراك. خلينا ندلنا بقصة نعم. قطع الطرقات، هن حجتهم لما بينحكوا بقصة قطع الطرقات إنه هيدي وسيلة تعبير ديمقراطية وإنه هن ما عم يعتدوا على الناس، وهن إذا ما قطعوا قال بيقولوا إذا ما قطعنا الطرقات بهذا الشكل الحكومة ما رح تسمعنا. طيب أنا رح أقول لهم شغلة وطمنوا، تقطعوا الطريق قريبا ستقطع الطرقات عليكم، قريبا ستقطع، اللي مفكر حاله قاعد بقصره يدير اللعبة ستحاصر في قصرك. أنا أدعو جمهور التيار الوطني الحر، خي أنتوا بارح بال 2018 قلتوا لللبنانيين أكثرية بالشارع المسيحي ما تنتظروا قيادتكم تحرككم، أنتوا بتحركوا قيادتكم. بس هيدا بيوجه هيدا لا لحظة لصدام مش لا لا لحظة 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 خي ما مطلوب تروح على المكان المقطوع فيه الطريق، هني قاطعين طريق وأنا بقطع طريق، لشو الوصول إلى معراب؟ عزلوها خي، كمان احتجاج مدني، اقعدوا على الارض احملوا العلم اللبناني. يا استاذ علي بس اليوم في ثقافه تختلف عن الثاني، ما بقى اليوم المشكل في ناس ربيت على فكر الميليشيا وفي ناس ربيت على فكر الدوله. الميليشيا لا هون لحظه الميليشيا صارت واضحه، وانا بقول له لسمير جعجع اذا غيرت بعقل اللبنانيين 0.01 من صورتك الحقيقية انت رجعت ذكرتنا فيها، انت اليوم تحتل المنطقة الشرقية، انت محتل بهذا البلد، انت واقف بوجه مصالح الناس، انت مسكر بيوت الناس، انت مانع الناس تروح على اشغالها واعمالها، واي واحد من الحراك يدعي انه هو قاطع طريق جل الديب والزوق كذاب ومنافق وازعر وما بيبني دولة مدنية ولا بيبني دولة خارج قانون انتخابات فيها خارج القيد الطائفي، واحد أزعر قاطع الطريق، عمين قاطع الطريق؟ على النواب ليكون أحني باجتماع التكتل، علي ليكني بالتلفزيون، على بعبدة ليك العالم طالعة نزلة على بعبدة، يا سامي جميل ليش بدك قاطع طريق بكفية؟ ليش بدك قاطع ولا طريق بكفية؟ في أسئلة بدها تطرح على الناس، هذا الكذب موجة من الكذب والنفاق والتحريض، صلنا 10 أيام إذا بتفتح تمك بدي ألغيك وإقصيك وخونك. خي أنا تظاهرت بس أنا ما بسمح لسمير جعجع يركب على ظهري ليقوس بالسياسي، ما بسمح لواحد مثل شبل الملاط امبارح هو يكون منظر فكرة السلسلة البشرية، شبل الملاط اللي عم بيخاطب لتسيبي نفني ويقول لها عزيزتي، وبعدين انا بدي اسال مزارع التفاح حقيقي. بس هون معلش طب ما نكون عم نعمل مثل غيرنا، هيدي التويت حقيقيه لانه او حذفها او هي مش حقيقيه، على افتراض منها حقيقيه، شبل الملاط على مسؤوليتي الشخصيه صبي سفرات شفناه بال 2005 يوم اغتيل الرئيس الحريري، بعدين هو ما استحى ما طلع حكي، الاخ عايش بدني غير دني، بده يحاكم الرؤساء الثلاثه وبده يقلع الفرس عايش بمحل تاني وجاي يلعب بلعبه التاثير النفسي. بس للاسف هو شريك في هذه في هذا الظهور بافشال الحراك الشعبي الحقيقي. وانا بدي اسال مزارع التفاح اللي يتظاهر ببعلبك او اللي عم بيطالب العفو العام ببعلبك او اللي عم بيطالب بوظيفه ببيروت، دخلك هيدي السلسله البشريه شو بتقدم له؟ شو بتخدم له؟ هل قد نحن اللبنانيين عندنا ترف وفضاوي انه عم تقدم صوره حلوه عن هذا الحراك؟ حضاريه مش احسن ما ليش انت حضاري اكثر من جمهور التيار الوطني الحر يا حبيبي؟
ليش حضاري اكثر من جمهور حزب الله اللي بعت اولاده ليحرر الجرود واللي واقف على الحدود؟ ليش انت حضاري اكثر من مين انت؟ مين عم تضحك؟ انت مجرم بحق الشعب اللبناني وخنت حراكه لما ركبت له اجندة سياسية. عجبك هذا الحكي؟ عجبك؟ ما عجبك ما تسمعه. طيب سمعنا باليومين الماضيين عن خطة امنية لفتح الطرقات، اليوم وصلنا لهذا المشهد، الناس عم تتصادم مع بعضها والجيش في قرار سياسي انه ما يدخل بصدام مع المتظاهرين لانه يقال انه البعض عنده أجندة سياسية لجر الجيش لإراقة الدماء، واي نقطة دم تسيل ستؤدي الى استقالة الرئيس الحريري. اليوم هيك مكفيين؟ هلا بالمناسبة مخابرات الجيش اللبناني مساء أوقفت 5 تجار مخدرات صورهم وهوياتهم، لأنه نحن صرنا بمرحلة كل شيء بدك تحكيه بدك تعطي دليل فيه، وإلا أنتوا عم تشوهوا. في 5 هويات وخمس صور لناس عم تبيع مخدرات بساحة رياض الصلح وساحة الشهداء، وأساسا المشاهد لم تعد مقبولة. لا هي ثقافة اللبنانيين، وهيدي اللي حاملة ميكروفون ودايرة من محل لمحل تسب وتشتم. أنا أدعو الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني لأنها تعرضت لكرامة لبنانيين ولزملاء ولرئيس جمهورية ولقيادات في لبنان إلى إصدار مذكرة توقيف بحدها بحقها. بدك تحكي فكر؟ بحكي فكر. بدك تسب لي؟ في قضاء. عجبك أهل؟ ما بدك تعمل دولة؟ ما بدك تعمل قانون؟ جمانة طلحوك يجب أن يصدر بحق مذكرة التوقيف فورا. هيدي اللي بتقول اليوم عم تقول إنه والله أنا هدف الشعب اللبناني، هي بتقول بال 2018 نعمل لبناء موقف سياسي مغاير. يعني مش حراك، مش عفوي، يعني مش عفوي، مش من أجل الناس، مش من أجل الفقراء، مش من أجل لقمة العيش ولا رغيف الخبز ولا تنكة البنزين ولا بوجه سلطة أخجل في الدفاع عنها حتى ما حدا يفتكر أنه نحن بمحل والله مقتنعين ومعجبين. لا 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 لا، لدينا ملاحظات على أداء كل المجلس النيابي، كل الوزراء، تيار الوطن الحر، روحي، حزب الله، حركة أمل، عندنا ملاحظات ما يكفي، بس مش تخدونا لمحل. إيه ردا على سؤالك، الجيش اللبناني مدعو. نحن ما عدنا بمرحلة قطع طريق بتمرق ساعة وساعتين وثلاثة، في حدا محتل البلد، في حدا محتل جزء، في احتلال، في احتلال للمنطقة الشرقية، في عودة لتصرفات الحرب الأهلية، في ناس لابسة بناطلين زيتية وقاعدة على الشارع عم تاخد هويات. اليوم ما أنا قريب بوست لحدا كاتب عميد ولد عمله 14 سنة بيقول له هويتك. أنا صديق خبرني بالجيش، قال له بدنا نتأكد لأنه صاروا عم يلبسوا بدلات الجيش ليمرقوا. توصلي على حاجز بيقول لك عسكري، بتقولي لا، بقول لك لف ورجع. خي يا حبيبي أنا صحافي، خلي التلفزيون يفتح لك الطريق. هذا يعني هودي بيشبهوا 14 أدار مشروع العبور إلى الدولة، شوي وزراءهم بيتمردوا على القضاء، وهودي بدهم يبنوا الدولة المدنية وبيتصرفوا تصرفات مين الشيوية. علما بالمناسبة ما كنا هيك للأحد، أنا الأحد مرقت على محل الماضي طبعا. كنا مرقت لأننا 10 أيام هيك. لا أنا السبت قبل مظاهرة الأحد مرقت على محل بعشقوط قاطعين فيه القوات الطريق. قال نحن هلأ متخليين على الأجندة السياسية مثلنا مثلك، هدفنا لقمة العيش، نزلنا شربنا نحن وياهم قهوة عادي على أساس أنه ما في أجندة سياسية. شوي بيطلع واحد أبلح مثل أنطوان سعد مفكر أنه صوته العالي بيخوفنا. حبيبي الزلم بعضلاته، عم تفهم يا جبان؟ أنت أصغر وأتفه من أنك تتناول سماحة السيد نصر الله بحرف يا تافه. أنت واحد جبان مفكر صوتك عالي، بس الزلم بس وقت الجد مش بلسانه وبصوته العالي بعضلاته. هاي لغة التهديد هي اللي وصلت جزء من الشارع ينزل إلى الشارع ويتظاهر اليوم. لحظة هيك عم لحظة 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 الاستكبار والتعالي وصلت لهون. طيب تقطع علي طريق بدي حاورك، بتسبني بدي حاورك، بتبهدلني بدي حاورك، بقول لك تعال نتحاور ما بدك. خيي شو بدك؟ فهمني شو بدك. ما بدك تحاور؟ طيب ونحن ما راح نحاورك. بتقول له الحكومة نحن ما راح نحاورك، نحن الحكومة ونحن البلد، وانت ما تحاور، خليك مراهن على الشارع.
عبكرة بس يموت حدا على الطريق نتيجة إشكال، في حدا بيضمن؟ أنا عم بسأل اللبنانيين اليوم، هل يضمن أحد أنه ما يصير في إشكال هلأ على نقطة مقطوعة؟ لا. تسقط نقطة الدم؟ سيتحملها سمير جعجع شخصياً، لأنه سمير جعجع عم يقطع الطرقات، ولأنه سمير جعجع عم يشتغل شغل ميليشيات. هن بيقولوا ستتحملها الحكومة ورح تكون أول الخاسرين فيها الحكومة وعهد ميشيل عون. أول شيء خيي رح أفترض أنه محملين المسؤولية للحكومة. أنا بدي أسأل اليوم، بدي أحكي بالسياسة، أسأل هذا الحراك يا خي، اقتنعنا بدنا نسلمكم البلد، اقتنعنا بدنا نسلمكم البلد، قبل ما نسلمكم ما بدنا نسألكم شو موقفكم من الطائف، شو موقفكم من الصراع العربي الإسرائيلي، شو موقفكم من الدور الأمريكي في المنطقة، شو موقفكم من تحرير مزارع شبعة، شو موقفكم من النزوح، ما لكملي، شو موقفكم من النزوح السوري. طب أنا بدي أسأل الوطنيين داخل الحراك اللي أنا عم بحكيهم 100 مرة قلت لكم تفضلوا تقولوا لي ما عم يسمحوا لنا. طب مين اللي ما عم يسمح؟ أنا عم بحكي معهم، عم بحكي معهم بالمباشر لناس وطنيين داخل هذا الحراك، وعم بقولهم يجب تحكيم لغة العقل. عم يجي الجواب ما في إمكانية، ما حد عم يسمع. من يسيطر؟ ممثلي جمعيات ومجموعة من المشبوهين. يعني هي مسؤولية هذا الحراك اليوم، ما بقى حدا يقول مسؤولية هذا الحراك خان الشعب اللبناني، والمتسلقين على هذا الحراك خانوا الشعب اللبناني، واللي اجوا ركبوا حالهم قيادات وافتكروا بمحل ما صرحوا على الحكومة انتقالية. قلنا لهم يا شباب نحن بلبنان، خيي أنا بدي أكون منطقي وصريح معكم، رئيس جمهورية بالشارع بلبنان ما بيسقط، رئيس جمهورية بالشارع بلبنان ما بي... لا 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 معلش، الممثل الأول للبنانيين بالشارع ما بيسقط طبعا. الشعب بلا ما نقارن بين تجربتين، بس إذا الرئيس السابق أمين لحود اللي لا كان عنده كتلة نيابية ولا كان عنده وزراء ولا كان عنده كتلة شعبية ولم يسقط في الشارع وما سقط، وأنا بدي أسألهم طيب من الذي قال أن رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي يسقط في الشارع؟ ما حدا. بتعرف ليش بلبنان الحكومة تسقط في الشارع؟ لأنه بتمثل كل الأطراف. نحن حتى بعملية إسقاط بدنا نراعي، بدنا نسقط الدروز والشيعة والسنة والمسيحيين سوا، وإلا ما بتسقط. وبيكمل لك أنه وأنا مقتنع أنه بدي يكون سعد الحريري رئيس حكومة. فإذا طب شو مشكلتك؟ طب سعد الحريري رئيس حكومة وبدك ترده رئيس حكومة، يعني أنت شو عم تحاول تنظر لي؟ يا شباب نظام بلبنان مركب من 4 أنظمة، نظام شيعي ونظام سني ونظام درزي ونظام مسيحي مقسم على الطوائف، كل طائفة بدها تسقط، لا 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 يسقط النظام. يا شباب لبنان ليس مصر، يا شباب لبنان ليس سوريا، يا شباب لبنان شوي راحوا يجيبوا لك هتافات من سوريا ومن تونس ومن هون ومن هون يرفعوها بوجه الناس. يا شباب الى العقلاني، لبنان جزء لك يا خيي، نحن جزء من خريطة عم ترسم بالمنطقة، ما فيك تيجي تقول لي لا اتركني هون. لا حبيبي بدي افهم، بدي افهم مين اللي عم يرسم هذا الحراك اليوم بالشارع؟ مين هن هول الاشخاص اللي عم بتقول هن مسيطرين وما عم يسمحوا للغة العقلاء تطغى؟ مين؟ موظفي الجمعيات، موظفي جمعيات، في شخصيات وطنية داخل هذا الحراك. هلا أنا ما بدي أحرجهم، بس أنا بقول لك أنا أحترم هؤلاء، لأنه في حدا منهم قال لي بمحل ما، قال لي علي ما بقى فيني كمل. إيه وليش ما خرجوا هؤلاء الشخصيات الوطنية؟ هؤلاء اليوم ما خرجوا اليوم من هذا الحراك؟ أنا أدعوهم اليوم. هذا البلد أخذوا سمير جعجع على مهوار كبير. لا حراك مدني ولا بقى في حراك مدني، ما بقى في حراك، حراك بالمعنى الحقيقي ما بقى في حراك، حراك شعبي ما بقى في. في مشكل انه حدا اسمه سمير جعجع اليوم معطل البلد. انا بدي اقول لهم انتوا امام موقف تاريخي، تخلوا عن اي شيء ممكن انتوا تفكروا فيه. هذا البلد بده انقاذ، انقاذ من فتنه كلياتنا سوا شايفينها، وهذا البلد لا يحتمل اللعب بسلمه الأهلي. اخرجوا وقولوا بشكل واضح هذا الذي جرى وهذا الذي يجري، حتى لا تتحملوا أنتم أيضا المسؤولية. وبالمناسبة فليستعدوا، ما بتقدر
تقدر أجندة الحزب الشيوعي وحركة الشعب أن تتلاقى مع أجندة سمير جعجع؟ وأنا بدي أسأله هلا حضرتك عم بتسلم جدل أنه سمير جعجع هو بفهم من كل حديثك الخلاصة تقول سمير جعجع هو رأس فتنة هذا الحراك وهو المشوه الأكبر لهذا الحراك، ولكن سمير جعجع يتصرف منفردا؟ طبعا سمير جعجع لا يعني يتصرف هون. بالمناسبة المدعو عمر غصن الملقب بالملا عمر وهو ناقل الانتحاري إلى منطقة الشويفات عام 2014 يقيم حاجز تدقيق بالهويات في منطقة خلدي. هذا الحراك المدني، هاي معلومة هلا وصلتني. هلا وصلتني. نعم هذا الحراك المدني، هودي اللي بدهم يبنوا الدولة، هو طلاب الجامعات، هاو طلاب الجامعات المثقفين المتعلمين اللي أساءوا بكلامهم، يلي بالمناسبة نحن بحاجة لمنظومة قيم بهذا البلد. ايه صحيح أكيد هيدي محسومة. خلينا نشير إلى أنه كمان عم نتابع بالصور إضافة لقطع الطريق بنهر الكلب وعلى جسر الرينج كمان بفيردان، ولكن يبدو أنه منع زميلنا جورج عبود يكون معنا من هونيك، ولكن رح نتابع معه بهذه الصور. بس ما جاوبتني، نعم سمير جعجع منفردا عنده هيدي الأجندة السياسية؟ لا لا ولا لا لا مين في من خلف سمير جعجع؟ واضح أنا الصمت السعودي يصير عندي علامة استفهام، الصمت الإماراتي يصير عندي علامة استفهام، التلميح الأمريكي يصير عندي علامة استفهام، الجمعيات اللي عم تشتغل على الأرض واللي هي كلياتها سوا تشتغل وفق برامج أمريكية وأوروبية وبتحاول تدخل ثقافة جديدة إلى المنطقة تصير عندي علامة استفهام. الأكيد أنه نهني في مكان ما أخدين إشارات، بس طبعا كل معارك سمير جعجع، أنا بسأل الشعب اللبناني كل معارك سمير جعجع شو؟ في شي معركة يربحها؟ أبدا لا، بس كل المعارك أخيرا خراب اختربت على راس كل اللبنانيين. اخيرا سمير جعجع بده يقتنع شغلي وخليه يسمعني، ومش عم بحكي لانه انا مزاجي هيك، انا ازم له. لو بدك تقطع الطريق 100 سنه حجمك ما راح ينتفخ، والشارع المسيحي اليوم عم يسبك. يمكن انا مره قلت له لكل الزعماء وهلا راح اقول له اياها له تحديدا، الحاشيه تبعكم كذابه. أنا قايل لهم للزعماء كلهم الحاشية تبعكم كذابة، بتقولكم الناس بتحبكم بس الناس عم بتسبكم. وأنا بدي أقول له لسمير جعجع، أنت اليوم أمام كل مسيحي واقف بوجه رزقه أنت متهم وأنت تشتم، لأنك أنت لا مشروعك بناء دولي ولا بتشبه بتاريخك شيء اسمه بناء دولي، وقاعد بقصر ما بتحكي باسم الفقراء اللي نحن بنحكي باسمهم ونحن اللي منطالب بحقوقهم ونحن اللي منتظاهر واللي تظاهرنا معهم. ثلاثة حبيبي خد تجربة الأكراد بسوريا، باعهم ترامب بتغريدة، انت ما عندك شيء تبيعهم إياه للأمريكان، ما عندك شيء تبيعهم إياه، وانت بالمعادلة كلياتها سوا صفر على الشمال. لقي لحالك مخرج سريعا، لانه انت واللي معتبرين حالهم قاده الحراك فاوضوا اليوم شروطكم احسن، لانه بعد خمس ايام شروطكم ما راح تكون احسن. بس بدنا نحكي عظيم قبل ما نوصل لقصه التفاوض، لانه هيدي بدها نقاش طويل. ولكن اليوم هل تقول حضرتك انه كل اللي بالشارع بجبل لبنان هودي قوات لبنانيه؟ لا مش قوات لبنانيه. هلا بلعبة الأرقام مشكلتنا نحن اللبنانية مشكلة كتير كبيرة. ايه أنا أقول بشكل واضح حتى ما حدا اصحى تقولوا علي حجازي ضد الحراك. أنا عبكرة خلي ينزل مظاهرة مليونية يتحدث فيها نجاح وكيم، أنا أول متظاهر. ولكن في ناس صادقة موضوعة أنا رح جاوبك. أنا بدي أقول للناس، أولا لعبة قطع الطرقات بدها 50 سيارة و100 شاب. الموجوع ما عنده القدرة على تنظيم حاله 11 يوم أو صرنا 12. الموجوع ما بيقدر يقطع طريق 12 يوم. والموجوع أساسا بعدد ما معه أجرة قدرة البقاء بالشارع 12 يوم. هودي الموجوعين في إجا حدا ركب على ظهرهم لا يقوص بالسياسة. أما
عملية قطع الطرقات أنا بعرف كتير منيح، بدأ أحزاب، بدأ أموال، بدأ تنظيم، بدأ مداورة. إذا هؤلاء الموجوعين عندهم القدرة على أنهم يأمنوا حضور بالشارع 24/24 ويجيبوا سياراتهم ويقعدوا بلا شغلة وعمل 12 يوم، هلأ بيجي واحد بيقول لك ردوا عليكم القوات اللبنانية حول هذا الموضوع وبأكثر من بيان كانوا عم بيقولوا أنه هيدا محاج بقى تسكروا عيونكم عن المشهد الجامع اللي شفناه بكل المناطق اللبنانية. هيدا أنا محاولة لحرف الأنظار. أنا أدعو سمير جعجع لطالما هو بيمثل المشهد الجامع للشعب اللبناني إلى أن يتوجه الليلة إلى طرابلس ويشارك بالمظاهرة. روح على طرابلس خيي، نحن سندعو إذا بزملائنا، وعندي أصدقاء في القوات أنا بالمناسبة. ترك لك صاحب عندهم؟ إيه في عندي أصدقاء وبمحلات معينة أنا أشت بعمل وزراء. وما بيعني هذا الشيء أنه يتراجع أبدا، بس كمان ما فيني يسكر البلد سمير جعجع ويفرض أجندة وقول له مشكور. أنا أدعو يا خيي إذا أنت مستعد إلى زيارة بعلبك اليوم سندعو لك إلى مظاهرة شعبية لشو شو يعملوا. وبدك تمروا على اللبوي وروح على عرسال، وبتعرف شو عامل انت بعرسال وببعض شباب عرسال. شو اول مره تزور القوات اللبنانيه اصلا عرسال؟ لا لا خلي هو يطلع. لا هلا في مرحله تغيرت بالمناسبه، ما عاد ابن عرسال عم يشتغل وفق الأجندة اللي كانت تنحط له. ابن عرسال اليوم عارف شو بده. صحيح. وفاهم شو بده ابن عرسال. اهم هذا الحراك زيارة يعني اهم فيها. لا لا يومها كان في مشروع اسقاط النظام السوري. صحيح. وكانت الناس معبقة وكانت الناس عم صوت لا عقل هو الطاغي. لا 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 لا, لا. اليوم ابن عرسال يريد العودة الى سوريا. مش عم نحكي لانه والله نحن جاي عبالنا نحكي، انا ابن تلك المنطقة وأنا بعرف كتير منيح هديك المنطقة وبعرف شو بدها الناس هونيك. أنا اللي بدي أقوله هون شغلي أهم في هذا الحراك أنه كسر الحواجز الطائفية والمذهبية والحيطان جدران الفصل اللي كانت عم تنعمل بين اللبنانيين. ولو تركوا أنا بمحل ما اتهمت القوات اللبنانية والكتائب، يعني في حزب يعني عنده نائبين، مفكر اذا عملوا انتخابات من جديد رح يجيب له شي 30 نائب. فاكرين الصرخات بتعمل نواب؟ لو الصرخات بتعمل نواب كنت جبت لك هلا 2500 نائب. اجوا انا اتهمتهم بشكل واضح، هن اللي خذلوا الشعب اللبناني وهن اللي خسروا معركته لما اخذوا الموضوع الى اشتباك سياسي لا لزوم له، ولم يتظاهر اللبناني لحتى سمير جعجع يفكر ينقل من معراب على بعبدة وأنا أزوم لهم ما رح تطلع على بعبدة، ولا حتى سامي جميل يدعي لي إلى انتخابات نيابية مبكرة بلكن بيرجع بيوسع قاعدة الكتائب، ولا لحتى فضل خوري يعمل لي برنامج عمل ويوجهني، ولا لحتى شوية مشاهير بيشتغلوا عند الطبقة السياسية. بس أنا بدي أسأله لسعد الحريري، بدي أسأله شو رأيك فيهم؟ شو رأيك؟ شو حاسس فيهم؟ ليش أول مرة يتعرض للغدر؟ لا هيدي المرة كانوا وحين كنتوا بتتمنوا يبعتلكم تحتفلوا إذا سعد الحريري بعتلكم واتساب. شوف شو بعتلي الرئيس الحريري. هلأ بس الدنيا وفى إن شاء الله إن شاء الله. وأنا أدعو الرئيس الحريري شي مرة خي أسي قلبك عليهم وانا بقول لهم اعملوا حساباتكم. ليك بتعرفي شو صار؟ مشهد الاحد هو المشهد التاريخي في لبنان بغض النظر على الارقام تبع الحضور وعن ارقام 8 و14 اذار، هذا مش نقاش، بس الاكيد مشهد الاحد مشهد غير مسبوق. معلش بس كمان خلينا نتوقف شوي عند الارقام، مش حتى نصغر من حجم اي حدا على العكس تماما، ولكن حتى بلغه الارقام ما حدا في يقول انه نزل مليون ومليونين. ما في حدا بلبنان بينزل مليونين ولا اي طرف. حزب الله ونزل لحتى مليون. لحتى انا اكون واضح، حزب الله بيقودوا قوته وقدراته ما بينزل مليونين على الشارع. روق علينا يا خيي، روق والله. يعني المشكل انك انت ما عم تحكي عن اشخاص عندها عمق بالتفكير، مش عم تناقشي محمد حسنين هيكل ابدا، عم تناقشي ناس مفكره انه التويتر بيعملوا رئيس جمهوريه او التويتر بيعملوا مفكر سياسي او التويتر بيعملوا زعيم. يا عمي جينا نقول لهم في معادلات بالمنطقه، لك لا 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 الشعب
يا خي الشعب آخر النهار هذا شعب مش إلكن، مش جمهوركن، مش ناسكن، هودي هودي لحزب الله ولحركة أمل ولتيار المستقبل. طيب أنا امبارح شفت لك نكتة، أنا بتابع على مواقع لأنه اليوم البلد تصنع سياسته وصار بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنا قلت الله لا يوفقوا اللي عملهم، لأنه صار كمية الضغط على مواقع التواصل مش طبيعية، والشتائم ولغة الحقد نحن بلبنان بحاجة. قريت حدا حاطط صورة الرئيس الحريري وكاتب كلنا فدا السعد، وعنده 700-800 متابع، وكاتب له لسوسلوف الحراك اللبناني اللي تيابها بيكون حقهم شي 10,000 دولار بكل حلقة، وراح تصرخ لابن طرابلس هذا الفقير المعتر والتاجر بعذاباته، حاطط صورة الرئيس الحريري وكلنا فداء السعد، واليوم نزل يقطع الطريق لسقط الحكومة. في انفصام، في موجة من الجنون بالبلد، في موجة من الله عقل إلى حدود. مثلا لا نجي الناشن كلهم، يعني كلهم بدك تقول أو أنت خائن للحراك، علما أنه هن نصهم فاسدين. ها أصحاب هذا الشعار نصهم فاسدين، من يتلقى هدية من زعيم سياسي فاسد فهو فاسد. عظيم. بس اليوم بقينا ليش على شعار كلهم يعني كلهم، ما صار هذا الشعار موجه ضد بس الرئيس الجمهورية وضد بس جبران باسيل، توحدوا الكل ضد هذين الشخصين. لك لحتى أنا هون سمعنا كلهم يعني كلهم. هون خلينا نتابع شوي المشاهد من صيدا، كمان الجيش اللبناني عم بحاول يأمن الطرقات المقطوعة ويفض الإشكالات اللي عم تتزايد بشكل كتير 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 كبير بين الناس وبين اللي عم بحاولوا يقطعوا الطرقات عليهم. بالمناسبة الحزب المتهم، الحزب المتهم بعرقلة بناء الدولة كان الحريص اليوم على منع أي شكل من أشكال قطع الطرقات على طريق المطار وبمناطقه. والحزب اللي بده يبني لنا دولة واللي بده ينظرنا للدولة وبيجيب شوية ناس، بس القوات اللبنانية هي عم تقطع الطرقات بصيدا، هي اللي عم تقطع على شفر الرينج. لحظة 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 تفضل. اليوم مشكلة قطع الطرقات بثلاث محلات، قطع طيروت بيروت بقاع تتحمل مسؤوليته القوات، وقطع جسر الديب جل الديب والزوق كل جبل لبنان. جبل لبنان جبل لبنان هون المشكلة بصيدا، لو ما في قطع بمحلات تانية ومشكلة صيدا تعالج. أنا بدي أسأله سؤال للدكتور أسامة سعد صديقي. يا دكتور أسامة، معقول أن نكون نحن والقوات اللبنانية في نفس الخندق؟ بدي أسأل للأستاذ نجاح وكيم، معقول؟ بدي أسأل للأستاذ حنا غريب، وأنا أتمنى أن يكون لدى سمير جعجع الجرأة للظهور بحلقة تلفزيونية، واصحى يفتكر عم يكذب علينا أنه هو ما خصه. خيي بتروح بتخبرها لتلاميذ جردان، مش بتخبرها إلنا أنه أنت ما خصك. شو فكر الأجهزة الأمنية؟ أنا أزم لك أن الأجهزة الأمنية تملك معلومات بالتفصيل بالأسماء بأرقام الهواتف، كيف عم يتحركوا وين عم يتحركوا وعلى أي أساس ومين عم بيوجههم. أنا بدي أقول له طلع يا دكتور جعجع جاوبنا، ما هو موقف القوات من طرح إعطاء متظاهرين عملوا لائحة مطالب بتجنن من إعطاء المرأة الجنسية لابنها؟ طلع جاوب المتظاهرين، جماعة الحراك المدني المتحالف أنت معهم اليوم. طيب هود امبارح طلعوا بيان مطالب قالوا فيه نحن ضد نظام الكفالة. مين عمل معركة الكفالة؟ مش وزير العمل القواتي؟ طيب هودي عم بيقولوا يجب أن تلغى خمس كتير بالمطالب. لا لا اليوم شو بدي شو بدي أنا عم بسأل سمير جعجع، عم بتروح عم بسأله لسمير جعجع بركي في اتفاق على الأسئلة الأساسية. خليني أسأله أنا، شركائك وأصدقائك أصحاب المصارف المتظاهرين عم بيطالبوا بإلغاء 50% من ديونهم على الدولة اللبنانية، بتقبل؟ تفضلوا خلي ما قلنا لهم يا خي اعملوا لجنة تفاوض. بتعرف ليش ما عملوا لجنة حوار؟ هودي قيادة الحراك، بتعرف ليه؟ والله ما بيجتمع اثنين منهم الا وعشوائي بتوصل لدق البوكس. اجوا بدهم يكتبوا بيان ثقافي، ما قدروا. بيان ثقافي سطرين، ما قدروا. ما
قدروا. قالوا لكم حول هذه النقطة أن السلطة تحاول جرنا إلى خلافات داخلية بين بعضنا من خلال نعمل هذه لجنة الحوار لحتى نميع الشارع. لا ومش بس هيك أنه ما بدهم يكشفوا قاضة الحراك. واحد لما ما بتكشف قاضتك بتنقذني منك. أنا لا أحاور مجهول. صح. نحن ما بعرف شو أجنتو. كل الشعب اللبناني ما بحاور مننا. مين أنتو؟ اثنين أنا بأكد لك الدولة ما بتعرف أنتو مين. ومين عم بيحرككم وكيف عم تشتغلوا. بس هون بالمناسبة خلينا نوقف عندي نقطة. هذا لا يعني أبدا أنه نحن اليوم إذا عم نعبر عن غضب نتيجة الطريقة اللي صار عم يندار في لا يعني الوقوف إلى جانب الفاسدين. لا أحد فاسد. ولا يعني أنا على المستوى الشخصي قلت للوزير باسيل بشكل واضح وبحضور زملاء يا معالي الوزير معالي مجلس الخدمة المدنية بدها حل حلوها بالسياسي لأنه هودي هالكم ألف شاب لبناني هودي وإنتوا وقفتوا بوش طموحاتهم يا معالي الوزير الطريقة اللي عم تندار فيها البلد ما بقى تمشي خيي أنا اليوم ساعة اللي بسمع أنه في 733 ألف قرض شخصي في لبنان يعني بالحد الأدنى ربع اللبنانيين اخدين قروض شخصية بس بفهم ليش الناس غضبت بس بالمقابل ساعة اللي بعرف انه 1.5 مليار فوائد على هذه القروض يأخذها أصحاب المصارف سنويا بسأل حالي لماذا لم يكن صوت فليسقط حكم المصرف هو الأعلى ولماذا غيب هذا الصوت عن الشاشات إلا خجلاً؟ خلينا نشوف خجلاً. الساعة 11 في تحرك أمام مصرف لبنان خلينا نشوف من سيشارك قديش رح تكون حجم الاحتجاجات أمام هذا المصرف وكيف رح يتم التعاطي الإعلامي والتعاطي السياسي مع هذا الموضوع هلأ العدد منه إشكالية هلأ إذا أساساً يعني في دعوة من السيد نصر الله لأنه الجمهور اللي عم يعمل هيدي الحراك هو جمهور جزء منه يسار نظيف مش يسار حاقد مجتمع مع يمين متطرف اليوم هيدي هي النظرية ما في رغبة بالمشاركة الكثيفة بس بعتقد كل لبناني بيعرف أنه في عنده حدا سارقه السارق واضح وهو رهن البلد بإيد المصارف وأصحاب المصارف أصدقاء يلي هني أصدقاء أساسا في حكي في أصحاب مصارف عم بيمولوا خلينا نرجع نتابع بهيدي الفكرة ولكن اسمح لي ننتقل لزميلتنا جويل بيونس اللي بعدها موجودة بمركزية التيار الوطني الحر بميرنا الشلوحي الاجتماع بعده مستمر تفضل يا جويل نعم ريتا يمكن القول بدأ منذ قليل الاجتماع الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر بحضور نواب ووزراء التيار وبطبيعة الحال الموضوع هو رفع السرية المصرفي استكمال كل الخطوات اللازمة وصل وزير الدفاع بس سؤال يعني ما عليك العالم يعني ما بدي أقول عم تكفر ولكن على الطرقات في زحمة خانقة من اليوم يتخذ القرار وأين الجيش اللبناني؟ الجيش اللبناني موجود على الطرقات أكيد ما عم يفتح الطرقات لحتى ما يصير في صدام مع العالم ولكن هذا الموضوع بده يتعالج ولازم يتعالج بوقت سريع من ميلة ما يكون في صدام بين الجيش اللبناني وبين المواطنين ومن ميلة تاني ما نخلي المواطنين يعملوا صدام مع المواطنين لأنه واضح اليوم بلش التشنج يكبر وبلشت الصدامات تكتر بين أبناء المنطقة الوحدة للأسف ونحن لازم هلا باسرع وقت يكون في عنا اجتماع لحتى نشوف كيف بدنا نمنع هيدا الشيء يصير لانه وصلنا لمرحله التشنج اللي كبر بين المواطنين صار يؤدي لخطر كثير كبير بيتحمل مسؤوليته اللي عم بيحرض عليه بس الجيش اللبناني ما لازم ولا نهار يصطدم بالمواطنين اللبنانيين والعلاج بيكون بطريقه مختلفه خليله تنفتح الطرقات بنشوف معالي الوزير يعني كما قال وزير الدفاع اللي وصل قبل قليل إلى مركزية التيار في ميرنا الشلوحي الأهم ومن المهم شدد أنه ألا يصطدم الجيش مع المتظاهرين وكان حريص على التشديد على هذه النقطة ولكنه كشف أنه هناك اجتماع قريب لمعالجة الوضع سريعا ونحن بطبيعة الحال يعني ننتظر أو الكل سيترقب ما قد يصدر عن اجتماع أي اجتماع أمني باتجاه طبعا. فتح الطرقات
ولكن يبدو واضح ريتا أنه هناك قرار بعدم اصطدام الجيش مع المتظاهرين. يعني هذه حتى ساعة هذه كل الأجواء من مركزية التيار. الاجتماع بلش، نحن ننتظر من سيتحدث من بعد انتهاء هذا الاجتماع. هل سيكون رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أو أي شخص آخر؟ طب بطبيعة الحال سنعرف هذا الأمر فور انتهاء الاجتماع، ومن بعد هذا الاجتماع من بعد الانتهاء منه سنكون أمام يعني رح نغطي زيارة وفد التيار إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. لا أما الهدف من هذه الزيارة بحسب معلوماتنا محاولة الطلب أو أخذ رأي رئيس مجلس النواب لفتح إمكانية فتح مجلس النواب لإقرار القوانين يلي عمل عليها التيار منذ سنوات عدة ولا يزال حتى اليوم بموضوع مكافحة الفساد. وبيتوا معروفين ريتا هن قوانين يمكن أربعة، والأبرز منها رفع الحصانات السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة. أي شيء جديد من هنا من مركزية التيار في ميرنا الشلوحي طبعا سنوافيكم به وسنكون مباشرة مع الكلمة المرتقبة فور انتهاء هذا الاجتماع. ريتا شكرا لك جوال ويعطيك العافية أستاذ علي. بس خلينا نتوقف شوي عند كلام وزير الدفاع عم بيقول ما رح نسمح أنه الجيش يصطدم مع المتظاهرين، ولكن عم تعلى النقمة وعم تعلى الإشكالات بين المتظاهرين من جهة والمواطنين اللي عم بدافعوا عن حرية تنقلهم من جهة تانية. شو الترجمة العملية لهذا الأمر إذا الجيش ما رح هو يفتح الطرقات بالقوة وما في قرار بهذا الشيء؟ رح جاوبك على السؤال وبعد منها بدك تعطيني دقيقة لرد على مجموعة هيك. أول شيء في هون شغلي جاد سعد اللي كشف التغريدة تبع شبل الملاط هو كشفها، يؤكد أن التغريدة صحيحة ولا تزال موجودة، لم تحذف. نبشنا عليها لأ رجع هلا هو عم بيأكد. هو جاد أنا بعرف هو اللي كشفها. عم بيقول بليز تقول للست ريتا أنه التوقيت التغريدة حقيقية وأنا اللي كشفتها ولم يحذفها. عظيم. بموضوع الجيش أنا بدي أقول شغلي بشكل كتير واضحة، يعني بشكل ما بدك فوف. الجيش اليوم مدعو إلى أن يكون في موقع المبادر والمتخذ. ما بنقدر نترك كل سمير جعجع محتل المنطقة الشرقية ونقول له ما بدنا تصادم وبدنا نتواسط معك بفتح الطرقات، لأنه هو إذا في 20,000 مأيدينه بهيدي الفكرة في عشرات الألاف رافضينا بالمطلق، وبالتالي خطير جدا أن تقف الأجهزة الأمنية في لبنان في مكان ما تكون قادرة. طبعا مش مطلوب الجيش مش مطلوب. طيب شفنا شو صار بالبداوي. طيب أنا قلت أنا عطيت اقتراح مظاهرة مدنية إلى معراب خيب الأعلام، مهني هلأ حاطين العلم اللبناني بوجه الناس وكأنه هذا العلم علمهم لوحدهم. خيب تفضلوا مظاهرات إلى بكفية، نطلع التيار الوطني الحر إلى بكفية خي مظاهرة مدنية. ما هي كمان بتأدي إلى صدام. طيب ليش أنت طيب يا ست ريتا ما بيأثر يعني سؤال يعني ليش أنت بدك تسكر علي الطريق وأنا بدي أنطر القدر لا يفتحه؟ كمان بدنا نكون منطقيين. لا تؤمن بالمؤسسات. هذه الناس هذه الناس تواجه ناس عقلة ميليشياوي. الميليشيا ساعت اللي بدي اتعاطى معها أنا بطريقة إنه ناطر القدر بده يتشدد أكثر. فليتحرك الشارع المسيحي بحراك مدني سلمي غاضب ليقول لسمير شعجع مش مسموح بعد انك تخلينا معتقلين. بس اليوم ليش عم تتوجه حضرتك للشارع المسيحي؟ ليش سيد نصر الله نفسه ما طلب من الناس المحتجين اللي نزلوا الى ساحة رياض الصلح ينسحبوا لانه ما حدا بده يوصل الى شارع مقابل شارع؟ في فرق. لا لا لحظة، سيد نصر الله قال على قاعدة انه نحن فتحنا مجال للناس تشارك بس ولكن شفنا انه هيدي الناس مش هذا الكبير حدا بلش بده يركب لها اجندة سياسية. طيب حينما يقول مروان حمادي ان ثورة 2005 اخرجت السوري من لبنان وان ثورة 2019 ستخرج حزب الله، حينما يغرد وليد فارس خي مش من انا بدي اقول للناس اللي عم ينتقدوا هون انه وليد فارس الله. مش من هلا نحن حذرين منه، من زمان عندنا مشكلة نحن وياه. بيقول له لترامب تفضل بما معناه تفضل واستثمر
المشهد اللبناني جاهز للاستثمار. طب أنا بحق لي إنقذ ولا لا؟ هون أنا بدي أقول لبعض الناس. بيقول وليد فارس على تويتر إنه هذه الثورة ستنهي ما يسمى باتفاق الطائف وتنهي معه ميليشيا حزب الله التي نصبها سلطة قمعية على اللبنانيين. طيب أنا بدي أسأل للناس اللي عم تنتقدنا هلا، خي أنتوا برأيكم علي حجازي اللي معروف موقفه السياسي بيقدر يتظاهر معكم وفي حدا عم يكتب هذا الكلام؟ لا ما بقدر، خي أساسا بطلع منافق. تسمح لي رد على هاي النقطة؟ تفضل. اليوم حبيب فياض أليس إلى جانب المقاومة وبيقول أنه بيستشهد في سبيل المقاومة، هو بهاي النقطة تحديدا، أنا عم بعطيك اسم ضمن الطائفة الشيعية وضمن الأشخاص غير المخونين في هذه الطائفة، بيرد على هذه النقطة بيقول إذا في ناس اليوم عم تجرب تركب موجة هذا الحراك، منترك الفاسدين يعبوا الفراغات وياخذوا الحراك إلى مكان آخر، ولا نحن بي الصبي وأم الصبي كجمهور حزب الله وكجمهور التيار الوطني الحر نحن الأوادم مننزل إلى هذه الساحة ومنعبي الفراغ؟ أنا اللي بدي أقوله التالي تعقيبا، أنا على المستوى الشخصي لا سابقا ولا هلأ ولا بعدين رح دافع عن هذه السلطة بكل مكوناتها منيحك. وأنا وصل بحدود الاعتراض بالترشح الانتخابات النيابية بوجه حزب الله وحركة تأمل ببعلبك الهرمي، ولو أني لم أكمل نتيجة ظروف ما كملت لأنه في ظروف، في قانون انتخابي معقد بدك 4 مرشحين وبدك إمكانيات. المهم وأنا هذه السلطة أقصى من خطب، أنا حكيت عن الجيوش الإلكترونية كلها وأنا بدي أقول له لكل الأحزاب وبلش بما أني بالأوتيفي من التيار الوطني الحر، جزء من المشكل سببه أداء جيوشكم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا حكيتها قبل. يكون في فعل ورد فعل ولو كان كل الأحزاب اليوم بغض النظر عن الدفاع عن كل طرف. لا 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 أنا خليني لو سمحتي خليني يكون على الأو تي في ومرتاح بالحكي. إيه أكيد تفضل. أوكي الجيوش الإلكترونية خيي لا بدكم تعملوا كهرباء للناس ولا بدكم تأمنوا ماي للناس ولا في مدرسة رسمية مثل الله خلقهم ولا في جامعة رسمية ولا في حقوق أساتذة وبدكن تروحوا على المتقاعدين وبدكن تتشاطروا على الفقير وآخر شيء بدكن تتفاجأوا إنه الناس نزلت. لا تتفاجأوا أكيد. وأنا بقول لهم مرة تانية، هاي المرة التانية بكررها على شاشة التلفزي، إذا ما تم تحوير هذا الحراك وتركيب أجندة سياسية له وبالتالي تضييع تعب اللبناني اللي كان غاضب واللي صلنا سنتين منصرخ منقول له تحرك، أنا من دعا إلى تظاهرات في كل المناطق مكتوبة على صفحتي وأنا من قال على الشعب اللبناني أن يسور، أنا بأكد لهذه الطبقة السياسية ما ترتاحوا وتفكروا أنه يلا عبكرة بتمرق وبترجعوا بتديروا البلد بالطريقة اللي كنتوا عم تديروه فيها، الناس مش رح تترككم، والغضب إذا تفجر مرة تانية أنا أقسم لكم بأنه ما حدا رح يقدر يضبه. قبل شوي بس يا أستاذ كنت عم بتقول أنه هذا الحراك انتهى، ماذا يعني أنه هذا الحراك انتهى اليوم؟ أنا بضم صوتي للضوء وصوت الأستاذ حبيب فياض، خلينا ننزل نحن كلياتنا سوا ورد هذا الحراك على محله ونضلنا بالشارع، أنا جاهز. أنا مستعد. لحظة. هلا عم تقول ما فيك تنزل مع ناس عم يدعوا؟ عم قل لك لا عم لحظة، أنا عم بقول إذا كان في إمكانية لتصحيح هذا الحراك روحوا لنصحح حركته. هون عم نشوف إشكال أو تلاسن على جسر الرينج، خلينا نشوف بس شو عم بيصير. في أحد البسيط يمكن عم بجرب يمرق، ما رح يخلوه. ما في إشكال فأزان، بس في باص ما عم بيقدر يمرق والمتظاهرين واقفين بوجهه، هيدي كل الفكرة لحد هلا هيك. نعم أنا اللي عم بقوله هذا الشارع شارعنا كلياتنا سوا،
اجى حدا والمشهد كان كبير لانه كنا كلياتنا سوا فيه، ما نحن كنا بالشارع مني وجر الاستاذ حبيب فياض تظاهر وكلياتنا سوا تظاهرنا لانه كنا عم نسمع كلام بيطمن انه خيي طيب شو بدك اياني اتغاضى عن السباب اتغاضى عن الشتائم اتغاضى عن موقف انطوان سعد بالاشرفية اتغاضى عن موقف مروان حمادي انت تقبل لي ان ابقى في ساحة يدعو فؤاد السنيورة للبقاء فيها معقولي لكن في وقاحة بوقاحة فؤاد السنيورة صارخ ل 11 مليار دولار ان يخاطب المتظاهرين الذين افقرهم وجوعهم وحاربهم بنقمة عيشهم واخترع لهم اتفاقة يقول للناس ابقوا بالشارع يا أستاذ وانا حبيب. مسؤولية تيار المستقبل وين وين هو تيار المستقبل وين مسؤولية المتظاهرين الحقيقيين النازلين عن وجع حقيقي ليش ما هربوهم ليش ما نظفوا حراقهم هربوهم انا بقول لك ليش لانه هودي ما معهم مصاري وما معهم يستاجروا مكبر صوت وما بيعرفوا يفوتوا يسيطروا على الساحة وما بيعرفوا ينظموا حالهم بالوقت اللي في غير هون عندهم القدرة يجيبوا مكبرات صوت وبيعرفوا ينظموا حال هون ومعهم شوية مصاري وبيقدروا يبقوا بالشارع لأنه طلعوا طلاب بالجامعة الأمريكية وباليسوعية أنا بسأل كل فقير يا خيي معقول طالب بالجامعة الأمريكية اللي أنت بتمرق من حد منها بتحس حالك غريب بده يطالب بحقوقك في شيء مش منطقي أنه والله أنتوا غيرتوا سحسوح مين حبيبي مين بده ياكل سحسوح خي انا لا اتظاهر باجندة سمير جعجع ولا اتظاهر باجندة فؤاد السنيورة ولا اتظاهر باجندة شبل الملاط ولا اتظاهر باجندة وليد فارس انا اتظاهر باجندة الفقراء اللي سرقتوا تعبهم هون خلينا نقول انه تغريدة شبل الملاط صحيحة يعود تاريخها الى 12/6/2018 وهي بعدها موجودة نرجع عند زميلتنا لارا الهاشم اللي على جسر الرينج لارا الباص فأذا حاول يمرق وما سمحوا له تفضلي بيجي واحد بينزع الدنيا نعم ريتا يعني جسر الرينج لا يزال مقفل وعلى عكس ما كان قال لنا احد المتظاهرين صباحا انه عند الساعه 11 رح يفتح هذا الجسر ولكن لا المتظاهرين مصرين على قطع هذا الجسر هذا احد الباصات اللي كنا عم نشوفه هلا مع الزميل شربل يعني هيدا الباص لم يتمكن من العبور على جسر الرينج وعاد ادراجه بطريق باتجاه ساحه الشهداء لا يكمل طريقه منع من قبل المتظاهرين ولكن طبعا بطريقة كانت سلمية ولكن لم يسمح له بطبيعة الحال وفي ظل وجود القوى الأمنية اللي هي موجودة هون على الطرقات ومنتشرة يعني مثل ما عم تشوفوا وعم تسمعوا المتظاهرين عم بيهتفوا انه الطريق مسكر يا حلو يعني للأسف هن ما بيتنعوا أنه يفتحوا الطرقات هن بيعتبروا أنه هذه الطريقة والوسيلة الوحيدة للضغط على الحكومة الاستجابة لمطالبهم ولكن أيضا ريتا رح نشوف بالجهة المقابلة كمان مع الزميل شاب الفاضل أنه كمان بالجهة المقابلة لجسر الرينج كمان لا تزال مقفلة حتى هذه الساعة وعلى ما يبدو ليس هناك منية لفتحها إلا للحالات الاستثنائية يعني أمام السيارات الإسعاف أو أي أمام الحالات الصحية ويعني عم نشوف كمان أحد الأشخاص اللي هو عم بيحط البلوك الأحمر وبيزيله يعني بحسب تقديره للسيارة للإلحاح مرور هذه السيارة من عدمه في أحد الأشخاص هلأ مر على الدراجة النارية وعم بيهتف للأمين العام بحزب الله سيد حسن نصر الله لاحظنا من خلال مشاهداتنا وأيضا يعني حديثنا مع المواطنين أنه هذه المنطقة يعني هناك حرص من الموجودين هون ومن المتظاهرين على عدم الاحتكاك مع المواطنين اللي بيسكنوا بالمناطق المحاذية ولا سيما يعني الخندق الغميق سكان الخندق الغميق يعني حتى لا يتحول التظاهر من حالة سلمية لأي احتكاك بين المتظاهرين طبعا يعني الأشخاص اللي هن يقطعون الطريق في هذه المنطقة يؤكدون أنه تحديدا في هذه النقطة الحساسة المطالب هي ليست مطالب سياسية هن بيعتبروا أنه في ببعض المناطق الأخرى قد تكون هذه التظاهرات مسيسة بمناطق أخرى ولكن بهذه
النقطة تحديدا على جسر الرينج، وهي منطقة يعني هي نقطة حساسة تقع في وسط بيروت. التظاهرة هي بحسب هؤلاء هي تظاهرة مطلبية صرف، ولا تحمل أي شعارات سياسية ولا أي خلفيات سياسية. أنتم كاملين اليوم عفوا ما بده يحكي، ولكن ريتا بس بدي اشير لشغله يعني هون، وهيدي ضروري يعني ضروري انه نلفت لها، وهيدي برسم الاجهزه الامنيه. يعني عندما كان احد الباصات يمر وتم اعتراض طريقه من قبل المتظاهرين، احد الموجودين هون على الطريق ويعني بمجرد انه شاف انه فريق الاو تي في موجود قالنا شو رحتوا جبتوا الباص وجبتوه معكم. يعني هذا التعرض الفريق الاو تي في وبحضور القوى الامنيه طبعا، هذا امر وهذا الامر يعني فاض عن او عن حده، ويعني لا ادري الى اي مدى سيستمر. طبعا كان هناك اعتذار من احدى السيدات اللي طلبت منا التروي وعدم الرد وعدم الاخذ والرد مع هذا الشخص، على اعتبار انه هناك اشخاص منفعلين وانه لا يمكن ضبط الشارع بشكل كامل. طبعا نحن نحترم هذه السيده اللي اكدت على هذا الموضوع وطلبت منا يعني عدم الغوص بجدال معه، ولكن للاسف هذه طريقه التعاطي هي تتكرر. و ما هو مؤسف اكثر انه عم بتصير بحضور الاجهزه الامنيه، فهذا امر موضوع برسم الاجهزه الامنيه، لانه نحن يعني اذا عم بيتم التعاطي مع الفريق الاعلامي باحتجاجات مطلبيه بهذه الطريقه، فما بعرف يعني شو هو بيكون الحال لو كنا عم نغطي لو كنا بساحه حرب مثلا او بحرب عصابات مثلا لا سمح الله. فهذا طبعا موضوع كله برسم الاجهزه الامنيه المعنيه اللي هي عم بتكون مواكبه لا يعني الفرق العمل الصحفيه. نعم إليك ريتا. شكرا لك لارا. استاذ علي، بكوننا تطرقنا الى الموضوع اللي ذكرته صحيفه الاخبار عن بعض القنوات التلفزيونيه، نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما نشرته جريده الاخبار اليوم، والادعاء بانه رئيس مجلس اداره محطه الال بي سي السيد بيير الظاهر اعترف امام الرئيس الحريري بانه تلقى اموال من السعوديه والامارات مع زميليه تحسين خياط وميشيل المر لتمويل تغطيه الحراك الشعبي. واكد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري انه كل ما نشر في هذا الشان مختلق ولا اساس له من الصحه فاقتضى التوضيح. انا بصدق الرئيس الحريري، رئيس حكومي ومكتب اعلامي للرئيس الحكومي بصدقه. حتى من الناس انا بصدقه. انا هون بدي جاوب لاني على مواقع التواصل الاجتماعي الناس في هلا مقسومين حواليك، هلا عملت انا رح شوي انا رح جاوب على الناس عم تعيدك وناس عم بتخونك. لحظه، انا رح جاوب الناس. انا ب 5/10/2019 شو اشترطت؟ نتفق جميعا اننا امام سلطه سياسيه تاخذنا الى الهاويه وبعد اختتنا ونحن بالهاويه وما رح تطلعنا منها، والكل شريك في الوصول الى ما نحن فيه من انهيار اقتصادي وصحي وتربوي وزراعي وصناعي. يبقى ان نتفق على موعد انتفاضنا ولننجح علينا التخلي عن تعصبنا المذهبي والمناطقي والحزبي. اوكي، تخلى حدا، تخلوا عن، احنا تخلينا ونزلنا صح؟ ايه؟ نحن تخلينا ونزلنا وهن تخلوا كمان. لا، هن راحوا على محل تاني، هن نقزونا، هن خوفونا. طيب، هن سحبوا جمهورنا من الشارع. انا اتصلت باحد قادة هذا الحراك وقلت له بشكل واضح الجمهور الشيعي لديه قضية، طمئنوا هذا الجمهور، لا تدفعوا الى الخروج من الساحات. نحن اللي نزلنا. بدي كمل، تفضل. لا يمثل هيدي ب 16/3/2019، لا يمثل الفقراء اصحاب الملايين، لا يشعر بجوع الناس اصحاب الملايين، لا يشعر بالبرد اصحاب الملايين، لا يشعر بالضعف والتعب اصحاب الملايين، لا يبكون في السر اصحاب الملايين، أولادهم لا يعيشون ظروفا صعبة أصحاب الملايين. لذلك من يحدثكم من هؤلاء باسم الفقراء قولوا له كاذب. طب أنا نزلت على ساحة رياض الصالح شفتهم، خيي شو هاد؟ إجوا بسيارات فيمي، حقق عشرات الألاف من الدولارات، تقاتلوا ممد يوقف بمحيط المنبر، حاطين اللونات السوداء وعم يعملوا هيك مقفقفين وكانوا عم بيصرخوا مربحين جميلة للناس انه هن نزلوا تظاهروا معهم، صح ولا لا؟ انا صادق مع نفسي وصادق مع الناس، وانا على المستوى الشخصي انا اقول للناس بشكل واضح هذه السلطة لن تتغير. هلا المقتدر ماديا اليوم ما له حق يعبر عن انزعاجه من الاداء الاقتصادي اللي وصلنا لهم. في فرق بين مقتدر ماديا وقف الى، انا بعرف ناس مقتدرين ماديا
دفعين ملايين الدولارات حكمة واستشفاء وطبابة للناس ووقوف إلى جانب الناس وبيوتهم مفتوحة وما بيقرفوا يبوسوا الناس بس يسلموا عليهم. بس حدا يعني بيبقى معه ملايين الدولارات وبيقولوا لك مش مستعد يدفعها فنجان قهوة وينزل يتظاهر باسم الفقراء يسمح لنا فيها. حدا يعني أنا بدي أسأل سؤال يا ست ليتا، ما فينا يكون عندنا انفصام يا عطول ضدهم يا عطول معهم؟ انا من الاساس عم بقول للناس انا ما بقدر امشي مع هذه الطبقه السياسيه. بس اليوم حضرتك بحديثك كله عم بتخون اللي عم بيصير بالشارع، وعم يعني في نوع من شيطنه لهذا الحراك باعتبار انه ممول من سفارات وفي البعض عم يتدخل. لحظة. إيه؟ انا شو بدي بالسفارات؟ ما عم بحكي انا بدي اسقط السفارات. فليتفضل الحراك المدني ويقول أنا الذي قطعت، أنا الجهة الفلاني الفلانية من الحراك هي التي تقطع طريق جل الديب والزوق، مش القوات اللبنانية. أنا مشكلتي مش مع الحراك كحراك، مشكلتي مع اللي فاتوا. خي مين قاطع يعني اليوم إذا نحن عملنا استفتاء بالشارع اللبناني مين اللي قاطع الطريق جل الديب والزوق واللي هو عامل المشكلة الأساسي؟ سمير جعجع. طيب سمير جعجع تضامنا مع الفقراء يعني هو نجاح وكيم أو أسامة سعد أو جهاد الصمد؟ هو سمير جعجع نفسه ما تغير، اللي عنده أجندة سياسية اللي صرنا نحن من 2011 لليوم مختلفين معه فيها. يعني أنا ليش الناس بدها تعتبر خيب السياسي ما في شيء اسمه خلص؟ يعني أنا هلأ حدا عم بيوجه لي انتقاد فنان بحترمه وبقدره الاستاذ علي جابر، يا استاذ علي انت قاعد بالامارات، انا عم تاخذ معي من بعلبك على بيروت 5 ساعات. طيب هذا برايك منطقي؟ طيب في حدا يا استاذ علي هلا عم بيقول للناس بدنا نروح ندفن ستي. في بنت بدها بلاكيت دم لبيها. شو رايك يا استاذ علي انت كفنان؟ انا عم بسالك سؤال. انا ضد هذه السلطه. اللي إلى حدود ما لك يا خيي ما أعدموا اللي باعت الناس اللي زورت دواء السرطان وسببت بأن مقتل كتير ناس ومنهم يمكن بي لأنه بوقتها كان عم يتلقى علاج سرطان وتوفى فيه. أنا ما بدافع عن سلطة عملت 600 حالة سرطان بأبر الياس وأب الياس وبحوش الرافقة، وأنا من يومها كنت عم بتظاهر مع أهل حوش الرافقة وقلت لهم جيبوا جرافة لنجرف المجرور تبع الليمون ليه. بس كمان ما بيطلع فشة الخلق فيي. خي النواب والوزراء عندهم سيارات مختلفة رايحين جايين. امبارح بوسط التظاهرة في موكب قطع وطريقه سالكة هلا نواب التيار وينني؟ مش بالاجتماع، مش كل واحد جاي من منطقة. صح. مجلس الوزراء بهاليومين ثلاثة سيجتمع وضروري يجتمع وإلا يكون متقاعس وعم يكذب على الناس. كمان ما فيكم تزتوا ورقة للناس وتقعدوا بالبيوت. زتيتوا الورقة لهالناس ترجموها. طيب كيف بدهم يترجموها والطرقات مقفلة؟ بيقدروا يتحركوا هني، وإذا قالوا ما بيقدروا يتحركوا يروحوا يقدموا استقالتهم لأنهم هني عايزين وضعفين. بدك تحل مشكل؟ هون احنا عم نتحرك بالطرقات، عم نطلع البقاع وعلى جنوب وعلى بيروت ورايحين وجايين. طيب ولا معنى لا مرافقة ولا حرس ولا في ماء ولا سلاح. واضح إنه اليوم في لعبة عد أصابع بين الشارع وبين هذه السلطة. من يدفع ثمنها؟ الناس. ما هون مشكلتنا معهم. بس روحوا ما خليني اسال انا بدي لك شغله بس لحظه هون قبل ما تقول الناس يا خيي روحوا اقطعوا بيوت النواب والوزراء. بلشوا من النواب فريقنا السياسي ونحن معكم، واللي بيقولكم افتحوا لهم باب طريق بيت هون حاسبوه قولوا له خاين. بس تقطع الطريق علي ليه يا خيي؟ ليش علي اليوم بالسياسة؟ في وجهة نظر تقول هيدي وجهة نظر الرئيس عون على ما يبدو وأيضا حزب الله وأفريقاء آخرين أنه نحن نفاوض ولكن مش تحت ضغط الشارع، تفتح الطرقات ومستعدون للتفاوض وحتى مستعدون للذهاب إلى حكومة جديدة ما في مشكل. وأكثر من هيك يقال أنه حتى الوزير باسيل عدم وجوده في هذه الحكومة منا إشكالية. طيب رئيس الجمهورية المتظاهرين عم بيقولوا نحن ما رح نترك الشارع قبل ما تستقيل هذه الحكومة. رئيس ناطرين هلا نحن مين قبل مين؟ يعني نحن عملنا خلاف الدجاجة والله البيضة. للأسف في عنا رئيس جمهورية لا يستطيع أن يقول للعالم طلع خاطب الناس. للأسف بدل ما الناس خيي نحن ببلد بدك حل. هودي الناس صلهم بالسلطة سنين وسنين وما رح يتخلوا عنها بسهولة يا شباب. طيب طلع رئيس الجمهورية بدل ما تنتبهوا لخطابه قعدتوا تقولوا مين منتج ومين ما منتج. هذا مشكلة البلد هلأ. قال عبارة
عبارة كتير مهمة، يجب إعادة النظر بالوضع الحكومي الحالي. صحيح. أوكي. خرج السيد نصر الله قال بشكل كتير واضح، أنا لم أقل أرفض، قلنا لا نؤيد استقالة الحكومة، بما معناه استقالة الحكومة من شغلي مرفوضة بس طبو. ولكن بدها بحث. طيب يا خيي، لو بعدكم محافظين يا أذكياء على شارع الأحد، المشهد الكبير اللي كنا نحن فيه، كنتوا بتقدروا تقولوا له لهذه السلطة انه والله استقيلوا وبعدين بنطلع. اما هلا خي، هيدي السلطة عندها رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب ورئيس حكومة و128 نائب واحزاب. انتوا عندكم سمير جعجع قاطع الطريق و20 30 الف متظاهر بساحة رياض الصلح. طيب انا ادعو الى مبادرة يا خي، فوت بسيط على الخط، لانه اخر شيء بمكاننا في بساطة للواء عباس الرهيم، اللواء عباس الرهيم خلي، وانا هون قبل ما اكمل مضبوطة قصة الوساطة ولا لا؟ في وساطة، ايه في وساطة، لابد اخر تنهار من حل. ممنوع ان تخرج الناس من الشارع مكسورة. طيب امام سلطة غبية. عظيم. ولكن انحكى بأحد المقالات الصحفية، نحن عم ننقل مش عم نتبنى، أنه وساطة اللواء عباس إبراهيم ما عم تتقدم لأنه الأطراف اللي حكي معهم رفضوا يظهروا من الشارع وقالوا أنه نحن لا نمثل الشارع الكامل ولا نستطيع الحديث باسمه. عم بحكي عن الشيوعي، أيضا عم بحكي عن بتكون حركة الشعب بحسب الصحف. يا خي هلأ من تحت الدلفة لتحت المزراب، يعني معقولة أنتو جيتوا لتقوموا على السلطة أم طلعتوا أبشع منها؟ معقولي أنتوا بدكم تستلموا بلد ومش قادرين تتفاهموا على وفد يتفاوض؟ يا خيي والله لغة العقل. يا شباب اسمعوني منيح، اسمعوني منيح، معقول نسلم أمرنا لناس وأمر البلد لناس مش قادرين يتفقوا على ناس تفاوض باسمهم؟ معقول يا شباب؟ هذا مش منطق يا شباب. كمان ما فيكن انتو العناد العناد العناد، ما هيدي السلطة لانه عندت ولانه من 92 مشت بالسياسة نفسها لليوم وصلت حالة لهون، والله لا يقيمها. برأيك طيب انتو بتجوا بتقلدوها لعبة الوقت تفيد السلطة اليوم؟ ايه تفيد السلطة، وكلما تأخر الشارع في التفاوض السلطة تستفيد، لانه نحن كل يوم عم نخسر، عم نخسر تأييد الناس لمطالبنا، لأنه نحن ما عم نضغط على السلطة والسلطة آخر همها. يا خي مسكرين المصارف بوجه الفقراء والمعترين، السلطة إذا رموزها ونوابها ووزرائها معهم مصاري هني أسكى من أنهم يحطوها بلبنان. طيب هلا نحن عم نخسر. السلطة بيقولوا لكم السلطة اللي منا قبلانة على السخن تدفع ثمن سياسي هي والناس بالشارع، رح تقبل تدفع هيدا الثمن بس تظهر الناس بالشارع تنفوضها؟ شو رأيك؟ السلطة آخر النهار نحن مش ما في شيء اسمه خروج بلا ضمانات، وما في شيء اسمه طلعن وتحك عليهم، ما في شيء اسمه طلعن وتحك عليهم. خي الناس ما بقى تصدقكم. أنا أقول لهذه السلطة عندكم أزمة ثقة مع الناس، الناس ما بتصدقكم، هن معترفين مني مني وجر ما بصدقكم. طيب في مخارج، طلع السيد نصر الله قال، وامبارح السيد هاشم صفي الدين وجه تهديد انه شو ناطرين؟ تهديد، لانه السيد نصر الله ما بيدفع من رصيده ببلاش وما بنقبل يدفعوه من رصيده ببلاش، حبيتوه او ما حبيتوه هو رمز لفئه كبيره من الشعب اللبناني وقائد. طيب وانا هون بدي اقول لهم بدكم ايانا نتظاهر بمظاهره عم تسبوا فيها السيد نصر الله؟ ليش يا خيي؟ اما كلهم يعني كلهم، ايه كلهم يعني كلهم، خدوهن على القضاء، المتهم مين من كان يكون على الحبس، بس كلهم يعني كلهم بلا بلا يعني بيطلع أسامة سعد حرامي. طيب في ناس نواب عملت من 7-8 أشهر نواب واجت على السلطة مع مصاري عندها مؤسسات واضحة، مثل ما حضرتكم لا تقبلون المس برمزية السيد نصر الله في شارع مسيحي طويل عريض في شارع لبناني، لا يقبل المس برمزية رئيس الجمهورية، وأنا أتمنى على هذا الشارع يطلع يعبر عن غضبه، لأنه اللي له 3 سنين مش مثل اللي له 30 سنة. أنا بتعرفي شو بنصحهم؟ خلينا نكفي بالنقاش، ولكن اسمح لي انتقل عن زميلتنا بنهر الكلب جويس نوفل. جويس تفضلي، في تطورات؟ نعم،
ريتا، كان هناك حديث عن انه عند الساعه 11 سيتم فتح الطريق من قبل بعض الشبان يلي موجودين هون، ما عم نشوفهم كنا بالصوره، لكن صارت الساعه 11 ونص تقريبا ولم يتم فتح المسلكين الغربي والشرقي لأوتوستراد نهر الكلب يلي مقطوع من الصبح مثل ما عم نشوف بالبراميل، وايضا كان هناك حرق لهالبراميل وقطع لهذه الطريق والطريق الرئيسي يعني اللي بيوصل بيروت بكسروان والمنطقة كسروان جبال وتلك المنطقة. مثل ما عم نشوف عدد قليل من الشبان قطعوا الطريق الصبح، عم بيخلوا بس ممر يعني بس توصل سيارة لحدهم بيسألوا أنت، بشوف إذا لابس بدلة عسكرية بزيح البرميل بيقطع، أو بعض الحالات الاستثنائية عم بيخلون يمرقوا. يعني مشهد عن جد بالفعل مخزي، في يقول يعني يتم إذلال العالم. عم نشوف بيوصل على بيحكي معه الشاب مثل ما عم نشوف مع السيدة هلأ بالسيارة أو مع أحد الشباب بالسيارة، بيرجعوا بلفوا الأوتوستراد بعكس السير وبروحوا على الاتجاه الثاني، الطريق الفرعية، الطريق الجوانية ريتا، إن كان داخل أدونيس وداخل الزوق وإن كان الطريق البحرية، لا يقدروا يسلكوا إما صوب بيروت وإما صوب كسروان وجونة. القوى الأمنية حاضرة هون على نهر الكلب، هناك عدد من القوى الأمن الداخلي موجودين، وأيضا الجيش اللبناني على الطريق البحرية موجود. لم يحصل أي يعني هيك ردة فعل أو أي تشابك أو أي تدافع، يعني كان حتى الساعة لم يحصل هذا الأمر. كان هناك محاولة صباحا لحتى قطع الطريق وإقفال الطريق، المنفذ اللي كنت عم بحكي عنه قبل شوية اللي عم بيكون الممر الوحيد للعالم، لكن القوى الأمنية الجيش اللبناني تحديدا رفض هذا الأمر ومنع المواطنين من إقفال الطريق الثاني المؤدي صوب بيروت. يعني هيدي هي الصورة يلي مش حلوة، يلي عم بيكون فيها مش حق للتعبير وحق للتظاهر، إنما حجب حرية التنقل عن العالم ومنع من المرور على الطرقات اللبنانية مثل ما عم نشوف هون بنهر الكلب، مثل ما عم نشوف مع زملائنا بمناطق تانية أخرى. نعم ريتا، شكرا لك جويس. أستاذ علي، كوننا كنا عم نحكي عن موضوع الحكومة وقصة أنه عض الأصابع اليوم وأنه لعبة الوقت تفيد هذه السلطة وتقضي على الحراك الحقيقي اللي هو بالشارع، الكل مستعد لتقديم أثمان سياسية، صحيح؟ صح. من رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية إلى الجميع، كلياتهم سوا مستعدين ومدركين تماما أن مشهد ما قبل 17 تشرين في لبنان ليس كما هو عليه بعد 17 تشرين، وأساسا بيكونوا ما بيقروا سياسي بطريقة صح إذا معتبرين هذا المشهد بيمرق مرور الكرام أو يمكن استيعابه، ونحن عم نصرخ من باب حرصنا على هذا المشهد. وأنا لاحقا عم بيقولوا لك هلأ على تويتر، هلأ عم بقرأ شوي متوجهين لك بالحديث، قال خزلتهم في بعض الناس. أنا خاطب هود الناس يا شباب، الخطاب الشعبوي هلأ بقدر أقول لكم أنا بشكل كتير واضح، اقطعوا الطرقات، اهدموا الاقتصاد، استمروا في عصيانكم، بتزقفولي وبطلع بطل. بس بالمقابل يا شباب، يا عيني يا روحي، أنا ما بدافع عن هذه السلطة، أنا هيدي السلطة ما بدافع عنها. أنا عندي مشكلتين، أنا علي حجازي المعروف موقفي السياسي لا أقبل لنفسي أن أكون متظاهر وفق أجندة بمكان ما، لو هالقد عم بحط أجندتها سمير جعجع. واحد. اثنين، أنا بدي إلكن، طيب نجاح وكيم لابنه تعرض للضرب في التظاهرة، عمر وكيم لابنه تعرض للضرب بالتظاهرة، يقول الآن يحزق ولا تزال حركة الشعب في الشارع. وطبعا تعرض لعمر وكيم والتعرض للمتظاهرين بصور وبالنبطية وبالرياض الصلح مدان ومرفوض من أي جهة كان. تمام، نحيك عظيم، نحيك هيك الحكي بيكون. يا شباب، عم بيقول هلأ يحذر من أدوات أمريكية تدخل على خط الانتفاضة. طيب هذا بالشارع معكم، أستاذ نجاح وكيم معكم بالشارع،
مش نحن عم نقول يا شباب ما بنقدر نتغاضى نحن وياكم على فكرة انه يطلع رئيس الجامعة الأمريكية خاطب ويقول يعطي توجيهات، ما بنقدر يا شباب، هودي اللي سرقوا حراككم مش أنا، ما بتقدروا تسبوا جميل السيد ووئام وهاب وعلي حجازي وغسان جواد وسالم زهران وكل هيدي الناس، قال إنه والله نحن أبواب سلطة، يعني ما فيكم أنتم تاخذونا على وفق ما أنتم شايفين بس، خيي أنا عم بقلكم طوقوا القصور لنطوقها معكم. سكروا مصرف لبنان لنسكروا معكم. سكروا لا خيي خلوا الدولة مسكرة لتضغطوا على هذه الدولة لحين تحقيق مطالبكم، بس يا خيي الطرقات افتحوها خلصونا من هالسيرة معتقلين البلد انتو معتقلين البلد. طيب انتو عم تخلوا الناس تكرهكم وترفضكم، بعدين نحن ما تظهرنا لنسب ميشيل عون ولا تطلع مشكلتنا بالبلد جبران باسيل ولا حتى ننتهك عرض حدا، نحن تظاهرنا على اساس ضد هذه السلطه ممثله بالحكومه صرتوا بدكم ايانا نمشي معكم. طب ليش ما شفنا صور فؤاد السنيوره بالحراك؟ طب ليش ما شفناكم عم تهتفوا ضد وليد جنبلاط؟ بس مش وليد جنبلاط من اللحظه الاولى لهذا الحراك وهو عم بيطالب براس جبران باسيل، عم نحكي سياسيا. ما هني اجوا من اللحظه الاولى. وين الغباء؟ انا نصحتهم قلت لهم ليكم هذا المشهد الجامع بده يتحافظ عليه، أي محاولة لفتح زروب فيه اعتبره فرطت. لقاضي في هذا الحراك موثوقين ووطنيين طبعا. واصحى تخلوا حدا يفوت يستثمر، إذا راحت هيدي الصورة لتصرف باشتباك سياسي بتنتهي بالبلد وبتخدم أجندة أفريقاء السلطة. شوي فعلا حملوها وأخذوها على السياسي. أبدا. طيب. صرنا بدنا ننزل على الشارع نهتف باسم حاكم المصرف يجيبوا شتائم. خيي بالشتائم وأنا بتسألها لسوسلوف في المصاهرات ديما صادق، مرة اعترضتي بتغريدي على شتم أمك ورجعتي كتبتي تغريدي مبسوطة فيها بالتعرض لأم زعيم لبناني. طيب أنا بدي أسألهم اللي عم ينتقدوني شو رأيكم؟ هلأ أنا بتكون إياني اقتنع أنه هودي فعلا منطقيين وواقعيين؟ طيب أنا بدي أسألهم مش هلأ ديما صادق تقود الثورة؟ إيش ما بطرابلس وهون، يعني أنا بدي أسألهم. أنا علي حجازي خيي، أنا علي حجازي إذا طلعتوا فيي أنا بشبهكم. خي أنا فوتوا على الانستغرام تبعي أساسا ما عندي، وعلى الفيسبوك تبعي خيي لا عندي قصر ولا عندي سفرات ولا رحلات ولا عمل طاولات لزعماء وسياسيين وكذا. يا خيي فوتوا على الانستغرام تبعهم اسألوهم. طيب هودي هالناس اللي هلأ بدكم إيانا أنه نسبهم معكم، ليش كنتوا عم تستقبلوهم ببيوتكم؟ ليه؟ وعم تتغدوا انتوا وياهم وتحضروا اعراس اولادهم، ليش كانوا يعزموكم؟ شو طبيعه علاقتكم معهم؟ مش استفاده؟ طيب في حكي بالبلد انه فلان ظهر مع فلان لقاء مبلغ مالي كذا وكذا وكذا، طيب ليش بدك تحاسبني الي؟ بدك اياني الغي هويتي السياسيه؟ ما بقدر الغيها. هلا انا اطمئن رفع السريه المصرفيه في يشمل بس النواب والوزراء والمدراء العامين وفي يشمل كل الناس بالبلد. خلينا كلها نقابه الاعلام المرئي والمسموع عملت هيدا التحدي وبلشت من نفسها. كل الصحفيين والاعلاميين بدي اقول للناس زور يعني. انا بدي اقول للناس لو حافظنا بطريقه صحيحه على اللحظه التاريخيه تبع الاحد الماضي وابقينا على المشهد الجامع سنة وشيعة ودروز ومسيحيين وعلويين ومن كل المناطق بلا شعارات سياسية. أنا يومها قلت لكم وبرجع بقولكم هودي بالسلطة خافوا وارتعبوا. ليش رجعوا ارتاحوا؟ لأنه في حدا أخذ المعركة على السياسي ولا يصرفها بالسياسي. اليوم بالسياسي نقلت صحيفة الجمهورية بمقال للزميل عماد مرمال
نقلت كلام انه الوزير باسيل قالوا للمقربين منه حول اذا كان مستعد يدفع ثمن سياسي. فبحسب الصحيفه بيقول الوزير باسيل انا مستعد ضحي بدمي لرئيس الجمهوريه والتيار الوطني الحر والبلد، فكيف بمقعد وزاري؟ ولكن المطلوب وصول الى نتيجه تعادل التضحيه. اليوم ليش جبران باسيل بده يكون كبش محرقه كل ما يحصل؟ هل خروج جبران باسيل من الحكومة يعادل خروج سعد الحريري؟ هيدي هي المأزق الواقعي في اليوم. هلا بحكي نحن بالتحليل. بالتحليل. مش طبعا. وأنا بدي أقول للوزير باسيل ولحزب الله ولا أمل، إيه بدكم تدفعوا ثمن وللمستقبل وللقوات وللكل. هلا القوات لا الحمد لله ما بدفعوا ثمن، بدهم 8 وزراء صاروا هني، بدهم كمان ياخذوا حصة الحراك المدني ويفرضوا شخصيات تكنوقراط على إنه يعني هودي منهم قوات للأسف. بدكم تدفعوا ثمن إيه. ما حدا بيقدر يقول ما خصني. أكيد. كلكم خصكم. ناس بلشت علاقتها بال92 وناس بلشت بال2005، ناس مرتكبه هالقد وناس مرتكبه اكثر هالقد. كلكم خصكم وكلكم عليكم ان تخضعوا لسلطه القضاء والشعب. عزيز. وكلكم مطالبين برفع ايدكم عن القضاء، وكلكم يفترض ان تكونوا كاشفين اوراقكم بالمطلق وما بقى في شيء مخبى. ما بقى بدها تسمع الناس صفقه بخ واخر، ولو سمع اتهام ممنوع. بده يكون البلد شفافيه. ما بقى بدها تسمع الناس مافيا ادويه، مافيا الغاز، مافيا الاسمنت. وزير وزير يعطي للحكومه. بس عفوا، اليوم اذا في ناس عم بتكب اخبار بالبلد وشائعات زياده عن اللزوم، بيتحمل مسؤوليتها الفريق اللي هو عم تنكب عليه الشائعه، ولا بيتحمل مسؤوليتها اللي عم بيروج له لهذه الشائعه؟ طالما من دون دليل. اليوم الناس اللي بتصدق شائعه من دون دليل، لا لا منها جزء من هذا الموضوع. يتحمل مسؤوليه القضاء 100%. القضاء بيحقق. اذا الخبريه مزبوطه بيزن اللي مرتكب، وإذا الخبرية كاذبة بيزن اللي كذب. عظيم. خيي أنا بدي أرجع أقوله، كل وزير بيجي على الحكومة عم بيقسط بيته، بيصير معه هلأ 100 مليون دولار. كيف؟ كيف؟ أنا بدي أقول للناس هذا اللي كنا نازلين نحكي فيه، مش لنسبب مهات العالم. يعيب الشوم بس. وزير بيجي على الحكومة بيقول قبل 8 أشهر مع جورج صليبي ما بدي أفرض ضريبة، شوي بعد 8 أشهر والناس معبقة ومسكر راسها بيفرض عليهم ضريبة. كيف؟ حكومة ما فيها فقير بمعنى فقير حقيقي. كيف؟ وأنا بدي أسأل للناس بتنتخبوا 50 مليونير وملياردير بالمجلس النيابي، كيف إذا أنتوا فقراء؟ ما كمان بمحل ما الناس تتحمل مسؤولية غياب المحاسبة. صحيح. وذكرت حضرتك حكومة ما فيها فقير، معلش في كتير أسامي. خليني بلش من الوزير غسان عطلة اللي قالولي اللي مع احترامي وتقدير قالولي حتى انه بيته مستأجر قد يكون. وهيدا مثل ممكن هلا مثل. طيب. خطر على راسي. انا بسأل سؤال للناس. إيه بس اليوم خلينا، حضرتك عم تقول كل الطبقة السياسية عليها ان تدفع ثمن سياسي معين. إيه صح. اليوم بالمعلومات لوين رايحين؟ ما في شيء اسمه الدفع وجبران باسيل لوحده ثمن. لا ما في شيء. انا خيي انا غير معجب باداء الوزير باسيل واي اللي بوجهه. انا غير معجب. اوكي قلت له عندك مشكل مع الشارع. وانا موضوع مجلس الخدمه المدنيه ما بسامحه، لانه هودي الشباب بيشبهونا بفقرنا وبشحارنا وبحياتنا وبطبيعتنا، راكدين على معاش مليون ليره ما فيك تدفعهم. طب بغض النظر عن وجهه نظرك، انا هيدي وجهه نظري. بس انه بيدفع ثمن وليد جملاط لحاله، عفوا جبران باسيل لحال، وبيطلعوا وزراء وليد جملاط قديسين، كيف هي؟ او انا لسمير جعجع يرتاح بروح معه بالمعركة للآخر؟ لا، ما بتمشي تدفع ثمن واحد لوحده. وإذا أنت معتبر أنه والله تدفيع الثمن مش لأنه مخطئ، علما أنه أنا برجع بقلك أنا ماني معجب على الأو تي في، بس أنه والله بدك تدفعه ثمن لتصفي حسابات مع العهد وتعتبر أن سقوط جبران باسيل سقوط للعهد، لا لا. يعني رايحين برأيك إلى أين؟ استقالة للحكومة حتمياً؟ حتمية صارت عاجلاً أم آجلاً؟
أنا بحكومة تكنوقراط بيخرج منها سعد الحريري بهدوء، ما رح يخرج منها جبران باسيلو على حسن خليل والكل بهدوء بهدوء. نحن أمام أزمة حقيقية، وبرافو على الناس لنهار الأحد هزت لهم العصاية للأحد. هلأ عنا إشكالية أنه هذا الحراك عم بيقول بشكل كتير واضح أنه أنا ما بطلع من الشارع لحتى تستقيل الحكومة. وبالمقابل في فريق في مقدمته حزب الله عم يسأل من يضمن أن هؤلاء قادرين على إخراج الناس من الشوارع، ومن يضمن أن هؤلاء حقا يمثلون الناس بالشوارع، وماذا عن جمهور القوات اللبنانية الموجود بالشوارع؟ يعني ما بتقدر تجي تبيعني ورقة قد لا تكون أنت مالكها بالمطلق. أنا اللي بدي أقوله دخول وسيط على الخط، خلي يقول بشكل واضح يا شباب في فريق سياسي بالسلطة مسلم أنه لابد من إجراءات يتجاوب فيها مع الناس، إجراءات يتجاوب فيها مع الناس، وبالمقابل أنتوا مطلوب منكم خطوات. أنا الضامن وأنا الكفيل بأنه هذه السلطة تتجاوب وفق سقف محدد، لأنه ما فينا نعمل التجربة المصرية اليوم تعديل حكومة على بكرة إسقاط حكومة بعد بكرة إسقاط رئيس، وبنصير يعني بنروح نحن باتجاه أجندة تفرض علينا. بالمقابل أنتوا تفضلوا اعملوا خطوات. هلأ إذا قادرين أنتوا ترجعوا تنزلوا مليون على الشارع بقلكم خي أنا هلأ عم بحلل، إذا قادرين على بكرة تنزلوا مليون على الشارع تفاوضوا بقوة الشارع وقولوا له استقيلوا أنتوا قبل. أما هلأ ما عدتوا، وأنا نصحتكم بالأسماء اتصلت فيكم وقلت لكم تفاوضوا هلأ على السريع، المشهد كبير تقدروا توصلوا لنتيجة، لا تراهنوا على الوقت، الوقت مش لصالحكم لصالحهم إلهم. أنا كنت أتآمر على هذه السلطة أكثر من هيك. أنا حددت مواعيد لتظاهرات منيح هيك، خليهم يسمعوني اللي عم ينتقدوني ويوما ما نكش. أنا حددت مواعيد لتظاهرات وقلت له نعملوها هذا النهار ما تعملوها هذا النهار، مش قلنا بتخونونا. يعني عم تقول انه لعبة الشارع انسحبت من يد هذا الحراك، يتفاوض اليوم احسن ما يتفاوض بكره، أكيد شروطه اليوم افضل من أكيد الغد. بعدين شيلوا شوية الاولاد اللي بيعرفوا يسبوا ويصرخوا بالاجتماعات ويفرضوا اجندتهم. نعم. وفي مجموعة عقلاء، انا بدي اقول له معالي الوزير السابق شرب النحاس، يا معالي الوزير انت يفترض ان تكون اكثر منطقيا. نعم منطقي اكثر. بس خلينا نرجع. نعم. عند زميلتنا على نهر الكلب جويس نوفال، يبدو انه في الناس منتعدين جدا من هذا المشهد اللي عم نشوفه كل يوم عن يوم، عم تعلى الصرخه بينهم وبين اللي عم بيستمروا بقطع الطرق. تفضلي جويس. نعم يعني ريتا، إلى جانب أحد الأشخاص يلي معه أدوية بالسيارة ما خلوه يقطع، هو رح يخبرنا شو يلي صار معه. تفضل. معي تجهيزات طبية للمستشفيات، هن قالوا على التلفزيونات إنه رح نمر العالم، طيب أنا شو بعمل بحالي هلا؟ وعندنا مريض ضروري 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 بمستشفى بألفيو، مرة مضطرة ضروري، شو بدي أعمل أنا هلا؟ من أي منطقة جاي حضرتك؟ أنا جاي من زو من فوق من أدونيس. وشو قال لك وقت قلت له مع الدواء؟ إذا مرقتك من هون قدام ما فيك تمرق، أنا شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل أنا ها؟ شو بدي اعمل؟ يعني ريت عم نسمع صرخة مواطن مش سكر سيارته بقى بنص الطريق. تلاقونا حال. خلص ما بقى فينا، خلص ما بقى فينا. شو رح تعمل هلا؟ بدي ادبر حالي، بدي اطلع، بدي اشوف كيف بدي اطلع. ريتا يعني هذا المشهد يمكن عم يتكرر، الشخص معه أدوية ومضطر يوصلهم على أحد المستشفيات، كمان ما سمح له بأنه يمرق على طريق. رح حاول أحكي مع أيضا الأشخاص اللي موجودين يلي عم بحاولوا يمرقوا ومسكرين لهم الطرقات. رح جرب أخذ قدر الإمكان من العالم يلي موجود يلي أيضا قاطعين له الطريق، مثل الصرخة يلي وديها. من وين جاي يا حضرتك؟ من الجبال، خليني اجرب اقطع بليز.
عم بحاولوا عم يعملوا محاولات العالم. من وين واصله حضرتك؟ من جوني. رايحه على انتلياز. ان شاء الله صاحب الشغل بيشوف المحل المنظر يعني بالقوه بده ينزلنا. بس لا اكيد وبيحكيني الصبح بكير كمان، ما انا نايمه اوريدي مأخره من ورا الثوره عم بنزل ومع كل الشعب. كيف شفتي قطع الطريق؟ لا اكيد معهم حق، انا ما هالشي صورت له هلا فرجيته يتفرج، مفروض هو ينزلنا كمان اكيد كرمال. يعني في وجهات نظر مختلفه. هي عم تعترض انه عم تنزل على الشغل. من وين جايه مدام حضرتك؟ عمتي توفيت، بدي روح اقعد مع عمتي الثانيه المريضه تيروح عم يحضر الدفن. مسكره؟ قالوا لي فتحت. اوكي طيب ثانك يو. مين انت؟ مين؟ يعطيك العافيه. يعني عم نحاول ناخذ قدر الامكان اراء العالم، منهم يلي دغري منهم لوحدهم عم يرجعوا يكوعوا بنص الطريق تيشوفوا اي طرق داخليه رح يقدروا. من اي منطقه جايه؟ يعني بلشت هون شوي تعجو، حتى عم نشوف سيارات فيها اولاد ريتا عم يضطروا يبرموا برمات، وفي منهم ما بيعرفوا الطرقات، يعني منهم من منطقه كسروان جايين من صوب بيروت، كثير صعب عليهم انه يقدروا يعرفوا الطرقات الداخليه والفرعيه يلي عم يجبروا العالم انه يسلكوها. مثل ما قلت عدد قليل من الشباب يلي موجودين هون بنهر الكلب يلي عم يقطعوا الطريق وعم يحجبوا عن اللبنانيين انه يسلكوا طريق عام لبناني تيوصلوا فيهم من منطقة على منطقة تانية. للأسف عم ببهدلوا العالم وعم يحجبوا عن العالم حرية التنقل. لوين رايح؟ رح نشوف وجهة نظر الأستاذ. من وين جاية حضرتك؟ شمال رايحة العدلية. ايه كيف كانت الطريق؟ مسكرة بكذا محل، يعني بنتمنى الثورة ومع الحراك ومع انه الكل يتحاسب، بس لازم تبلش تتوجه الثورة لأنه إذا ما توجهت رح تضيع الطاسة. أهم شيء يبلشوا ينزلوا على بيوت كل الوزراء وينزلوا يبلشوا بحدا ينقوا، يعملوا تيراج قصور ينقوا، اذا طلع معهم اسم فؤاد السنيوره ينزلوا يتظاهروا قدام بيته ويجبروه يرد هالمصاري، لعلى القليله تتمكن من هالمصاري. بتقول للي قاطعين الطرقات؟ انا بقول لهم الله يقويكم، انا ما مني غضبان على حدا، ما قادرين يعمل شعب ما قادر يعمل هيك، بس بقول لهم يبلشوا ياخذوا قرار واحد، يوحدوا قراراتهم، يحطوا قياده، ينزلوا على بيوت الناس يلي الكل مش طايقينهم، بينزل معهم كل العالم، التيار الوطني بينزل، القوات بتنزل، كتائب بتنزل، كل العالم بينزلوا، الاحزاب الثانيه. هلا صارت حركه مسيسه؟ اذا بقيت مفرطعه وما في قرار واحد في خطر تصير مسيسه، يعني لازم يكون في قايد لهالحركه، لازم مش ضروري يكون قايد، يكون في قرار واحد وياخذوا قرارات تكون يعني يطلعوا فيها بنتيجه، يعني اليوم اذا ما تظاهرت انا قدام بيته للسنيوره وطلبته ب 11 مليار ما بيمشي الحال، ما عم بحكي عن السنيوره، اذا ما تظاهرت قدام بمعراب وطلبت من وين اين لك هذا بالاراضي فوق، كل الناس يعني جبران باسيل، السنيوره، نبيه بري، الكل كل كل، هيدا كلهم، هيدا بمعنى انه كلهم يعني كلهم. شكرا لك. يعني ريتا عم نستمع اراء مواطنين مختلفه على اوتوستراد نهر الكلب، بدل ما يكون الاوتوستراد سالك وسيارات رايحه على اشغالها وراجعه ومدارس، فعم نسمع صرخات العالم بتوجهات واتجاهات مختلفه، اراء مختلفه، لكن يعني هناك تعميم او يعني العدد الاكبر من المواطنين يطالبون بفتح الطرقات لانه الوضع لم يعد مقبولا ابدا ابدا. بس قبل الختام خليني بس اقول انه الطريق البحرية سالكة تماما وهناك زحمة سير كبيرة، عم يكون في توجه لمواطنين على اشغالهم من بيروت والى جونية والعكس صحيح. نعم ريتا. شكرا لك جويس ويعطيك العافية. استاذ علي متابعين معك، خلينا نتابع بالشق السياسي بالنسبة إلى حكومة التكنوقراط، هل هي متقدمة اليوم رايحين واصلين عليها لا محالة؟ حكومة التكنوقراط بالكامل؟ بس نصير بقبرص بنعمل حكومة التكنوقراط بالكامل يا شباب. يا شو شباب يعني؟ يا شباب يعني السياسيين رح يسموا التكنوقراط؟ لا خلينا نقول لابد من تمثيل الشارع،
بمجموعة أسماء تكون إذا وصلنا لحكومة تكنوقراط. هلا مش عم يتفقوا على لجنة مسنهم، بدهم يتفقوا على أسماء. هلا مش وارد، هذا كله مش وارد، هلا هذا كله مش وارد. نحن عم نفترض عملا باللي قاله فخامة الرئيس يجب إعادة النظر بالوضع الحكومي. وأنا مصطفى علوش نهار السبت حكي عن 48 ساعة حاسمة. لا مش صحيح هذا الكلام. مش صحيح، ما في شيء حاسم، في شيء اسمه لعبة عض أصابع. أنا عم بقول للحراك ما نكون قدهن لأنهم هني متمترسين وروحوا أكثر من هيك للي عم يتفلسفوا. هذه السلطة خبيثة وبتعرف كيف تلعب اللعبة، يعني منا كتير سهلة. خي حكومة تكنوقراط ببلد مثل لبنان، ما نحن إذا الطبقة السياسية اللي منتخبة بتعمل ألف علامة استفهام حول وزير الدفاع ومن يكون وزير الدفاع ومن حصة من وزير الدفاع لحسابات تتعلق بموقع لبنان. يا شباب نحن لبنان، نحن منا القبرص ولا سويسرا، نحن لبنان. نحن في حرب بسوريا، في عنا عدو على حدودنا للأسف. الصخب الحاصل بلبنان هود الأيام اللي مضت ما خلتنا ننتبه، وما خلتنا ننتبه في شيء بإسرائيل يحضر. في حكي أنا قريته عن زميل قاسم بجريدة الأخبار، عم يكتب كلام إنه في استعجال لتشكيل حكومة بإسرائيل ربطا بموضوع إيران. طبعا مش إنه يقولوا عم مش لبنان، بس حينما تحصل أي مواجهة بين إيران وإسرائيل نحن ما فينا نقول ما خصنا. أيضا الأمريكيين عم ينسحبوا من سوريا، امبارح قتل البغدادي، في تدخل تركي، في خريطة بالمنطقة عم ترسم. ما فينا نحن هلا نجي، ما فينا نحن نقول والله ما خصنا ولا شو بدهم بالشارع لوحدهم، شو بدهم بالشارع. وبدنا نكون منطقيين وواقعيين. فحكومة تكنوقراط بالمطلق ما في. بس أنا أنا خيي يا حبيبي يا أصحاب الأحزاب، أصحاب للأسف نحن صرنا بلبنان بنظرية أصحاب الأحزاب. يا أصحاب الأحزاب ما فيك تجيب حدا تسلموا وزارة مش من اختصاصه. نحن ببلد ما بقى يحتمل وزراء مش اختصاص. يا خيي بقلب هالتنظيم عندك، بقلب هالتنظيم عندك شوف مين بيشبه هيدي الوزارة وبيقدر يقدم فيها حلول. ومش كل الوزراء هيدا رأيك، هيدا الرأي لا يعجب الشارع. لا لحظة، وما بيخليه ينسحب من الشارع. أنا عم بقول هلأ الشارع آخر شيء ما فيهم يعطلوا البلد 100 سنة لقدام لأنه هني مزاجهم هيك. خيرت نهار في الناس بدها تروح على مصالحها وأشغالها، وحتى هن المتظاهرين أنفسهم باستثناء الحزبيين منهم بيقدروا الحزبيين عم يقبضوا معاشات بيضلهم بالشارع. بس ما تبقى الناس بدها تروح لحياتها الطبيعية. حتى بفرنسا يا خي أوكي مزبوط كان في حركة سيارات وصف سيارات بنص الشارع، بس أي نهار؟ السبت، نهار واحد خيف عملوها نهار بالجمعة، يعني يومين بالجمعة يا خيل، حتى تخلوا الناس حسي انه والله في شيء بالبلد مش طبيعي. ومطلوب تحافظوا على نبض الشارع، ومطلوب تضلكم تحسسوا هذه السلطة انه في شيء مش طبيعي وما بقى تقدر تكوني مرتاحة. بس كمان مش عطول حكومة التكنوقراط، يعني خيجوبوا ما تقولوا تكنوقراط بالمعنى اللي حدا عم يتصوره بلبنان. ما في يكون وزير خارجية لبنان موقفه رمادي، ما بنقدر يا خيي، ما بنقدر. ما في يكون وزير دفاع لبنان موقفه رمادي هو يترأس وزارة الجيش بأمرتها. ما قالوا لكم قال بيضل في مطبخ سياسي، القرارات السياسية تعطي يعني هذا المطبخ. يعني وصلنا لمحل والتكنوقراط تعمل بس الاقتصاد، يعني بس بتقلع هالبلد. يعني هلا هن وصلوا لمحل قادرين يفرضوا شروط. طيب أنا بدي أسألهم سؤال خيي بالمنطق، إذا طلبت اليوم هذه الأحزاب أن يتحرك شراعها بكل المناطق، في نقطة بلبنان ما بيقدر الشارع فيها تبع هذه الأحزاب يتحرك؟ ما في. طيب أنتوا وين قادرين بعد تحركوا شوارع بمعنى شوارع؟ خيي ما فيكم تفرضوا شروط على ناس إلها حضورها وجودها. خيي ما فيك تلغيهم، ما فيك تلغيهم. أوكي أنا ما أتمنى أن تعنون الجرائد بال 2022 عنوان واضح سقوط كل الأحزاب، سقوط السلطة السياسية في صندوقة الاقتراع. خي هذا الشارع تعوا لنحافظ عليه لل 2022 وخلي هو يسقطهم بالصندوق، وساعتها روحوا جيبوا اللي بدكم اياه. اما هلا بالواقعية يا شباب، بالواقعية ليش بالواقعية الشارع بالواقعية يريد اسقاط الأحزاب؟
بالواقعيه. معلش استاذ علي، ما بقول لك حاطط صوره هلا اذا بتصير، هلا اذا بتصير انتخابات بنرجع نصطف مذهبيه وطائفيه، بنرجع نصطف مذهبيه، يتمثل الحراك يمكن بعدد نواب زياده عن. لك تخيلي بتعرفي قديش الشارع ضايع؟ وين جريده الاخبار متهمه انه عبر مجلس ادارتها وصحفييها انه هن حرضوا، وفعلا ما بعتقد في حدا بجريده الاخبار كان يكتب يوما ما دفاعا عن هيدي السلطه. هلا جريده الاخبار عم تشتم وتنسب، وانه يعني انتم خونه وعملاء والفاظ فيها من البذائه. بهدوء يا شباب، هذا لبنان. الواقع الاقليمي والدولي والواقع المحلي بده إلي حاسبه. بلا إلي حاسبه بالصراخ وبالعياط ما بيندار البلد. عظيم. تعالوا نسلم جدلا. رئيس جمهورية في لبنان لا أعتقد أن مسيحي يقبل بسقوطه بالشارع بما فيهن. خلص ما بدنا حكيت عنهم كتير. ما بقى بدنا نعطيهم أهمية أكتر. طيب، والكنيسة ترفض. ماشي. حتى أنا بدي أسألهم سؤال، عم تدعو لقانون انتخابات خارج القيد الطائفي، عبكرة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر رح يرجعوا يتحالفوا سوية ويقولوا لكم لا هذا إلغاء للمسيحيين؟ صحيح، كونوا واقعيين. فإذا رفضوا أصلا طيب. مجلس النواب، خلينا نقول أنه هون عم نتابع بالصور قوى الأمن الداخلي عم بتأمن فتح الطريق. جويس، جويس فتحت الطريق بالكامل خلاص ولا استثنائيا؟ شكله بس تدبير مؤقت او شو؟ فاذا عم نتابع بهذه الصور المستوعبات اللي اقفلوا فيها المتظاهرين الطريق من بعد تدخل القوى الأمنية. عم ترجع تفتح هذه الطريق امام مرور السيارات. جويس، هيدا التدبير هلأ لبعض الوقت ولا خلص ستفتح الطريق بشكل كامل؟ لا يعني انسحب يلي كان موجودين، العدد القليل من الشباب يلي كانوا موجودين، يبدو انه سيتم فتح الطريق بشكل دائم. شفنا فتحوا المسلك الشرقي اول شيء، وهلأ رجعوا عم يفتحوا المسلك الغربي. رح حاول قرب اسأل إذا هذا القرار رح يضل فاتح الطريق، رح يرجعوا يسكروها، رح ترجعوا تسكروها أو تركينا مفتوحة؟ رح ترجعوا تسكروها؟ رح تضل مفتوحة خلاص؟ يعني مثل ما سمعنا ريتا قال رح تضل مفتوحة الطريق خلاص، يعني الشبان يلي كانوا قاطعين الطريق من الصباح الباكر عم يفتحوها هلا للطريق. أكيد بوجود قوى الأمن الداخلي يلي عم نشوفهم أيضا. ما بعرف شو بده ينقال بهالمشهد، يعني كان في حجب ومنع مرور للسيارات من الصباح لحد اليوم الظهر، ساعات العالم تبهدلت فيها على الطريق، وفجأة بيطلعوا قرار بعض الشبان يلي كانوا قاطعين هالطريق الأساسي والحيوي أنه يفتحوا الطريق من بعد ما منعوا العالم لساعات وأخرون عن أشغالهم لساعات، ومنعوا مرور أشخاص حاملين أدوية للوصول إلى مستشفيات. فتحوا الطريق، ولكن في بعض يعني المناطق الأخرى لا تزال مقطوعة، قدام على الزوق لا تزال مقطوعة الطريق، وأكيد بجلاديب أيضا لا تزال مقطوعة الطريق. عم نشوف مع الزميل ربيع الحلو كيف عم بينقلوا البراميل. ايضا اللافت ريتا انه على هيدا الاوتوستراد، اوتوستراد نهر الكلب، الطريق العام على نهر الكلب، السواتر البلوكات الباطون يلي كانت موجوده بنص الاوتوستراد زالوها وشالوها حتى يفتحوا منفذ يقرروا انه هيدي السياره بتمرق بتكوع بنص الاوتوستراد من الطريق المعاكس ترجع تروح على اتجاه ثاني.
عم نشوف انه في مسافة كبيرة من هالسواتر يلي كانت محطوطة من شالة من نص الأوتوستراد على الطريق العام، وفتحت فسحة ومساحة تيجبر العالم يمرقوا فيها ويغيروا مسار طريقهم للوصول إلى منازلهم، إلى أعمالهم، إلى أشغالهم، إلى المستشفيات. هيدي هي الصورة من نهر الكلب. بتصور الصورة لوحدها كافية بلا الحكي؟ واضح أكيد. نحن رح نتابع بالصور معك جويس. شكرا لك على هيدي الرسالة. فإذا كنت عم تحكي حضرتك أنه حكومة تكنوقراط هيدي ما بتمشي بالبلد، في مسائل أساسية سياسية، حكومة اختصاصيين بالوزارات اللي يفترض أن يكون فيها اختصاصيين. أما أنه خارجية وداخلية ودفاع وزارات أساسية ترسم السياسة العامة للبلد، بيكونوا هودي عايشين باللالالاند، منن عارفين لبنان ولا طبيعة لبنان. طيب نحن بحاجة واقعية. نحن اليوم واقعيا يبدو أنه أصلا خيار حكومة جديدة عم يتراجع. عم يتراجع عن يوم. ما نعمله للحراك. خي لبق تتأخروا. يا خي أنا عم بنصحكم لبق تتأخروا. بالمناسبة في جزء منهم عم يلتقي بأركان بالسلطة. هلا نحن متهم في جزء منهم عم يلتقي، وفي جزء منهم التقى النائب وليد زبلاط امبارح ونصحهم بالحوار. خيم المشكلة الناس بس اليوم مين يعني في 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 بعض جزء مؤثر على انا بقول لهم للناس اللي بالشارع اذا عم بيقولوا لكم انا بقول للناس انا بقول لهم للناس اللي بالشارع اذا قالوا لكم ما عم نلتقي وقديش خطير ينقال بلبنان خائن من يفاوض. انقال هيك خائن من يفاوض. شو خائن من يفاوض؟ هذا خطاب مين؟ بيشبه مين؟ هذا الفكر الإلغائي والإقصائي. يا خي هيدي السلطة صلى 30 سنة بدها تلغي الناس، أم جيتوا تعملوا من أول أسبوع مثلها؟ شو خائن من يفاوض؟ ومين عم تفاوض يا خي؟ عم تفاوض لبناني مثله مثلك، عنده رأيه وعندك رأيك، بتقول خائن إلى هذا الحدود؟ الله منطق ولا عقل؟ أنا بدي أقول للناس يا خي معكم في لقمة عيشكم، معكم ضد التوريث، معكم ضد الإقطاع، معكم ضد السرطان، معكم ضد الفقر، ضد التجويع، ضد أولاد الزعماء، ضد الطيارات الخاصة، ضد الأعراس بالخارج، ضد الفساد، ضد السرقة من أصغر موظف لأكبر موظف. بس ولكن كونوا معنا بخطاب واضح عقلاني. ما فيك تلغيلي هويتي السياسية، ما فيك تشغلني بأجندة سمير جعجع، ما فيك تحطني أمام مجهول. طلع أقول هذا أنا، هذا أنا خيي، أنا هيدي شروطي وهيدي مطالبي وأنا هودي الناس بيحكوا باسمي، تعوا حاوروني. أما تحطني بمجهول ومن تحت الطاولة عم تنط من زعيم لزعيم وتفاوض من وتحط أسامي وزراء ونواب، احترموا تضحيات الناس، احترموا وجع الناس، لا تتاجروا فيها. صلى السلطة 30 سنة بتتاجر فيهم، جيتوا أنتوا كمان تتاجروا فيهم. كلامك معلومات دقيقة أحسن. هلا تقوم لقيمة. لا معلومات دقيقة على الحراك. لك معلومات دقيقة. هلا شو بنحكي؟ لنحكي طيب لأني مخول اكشفها. منير بركات منه بالحراك، راح التقى بالنائب وليد جملوت. أي متى؟ من يومين حد أقصى. وقال له النائب وليد جملوت روح على حوار، روح على الحوار. شو هذا يا خي؟ هذا البلد، هذا البلد يا ريت بنخلص من قاعدة لا غالب ولا مغلوب، ويا ريت بتغلب الناس ببساطتها وبراءتها هذه السلطة. بس هذا البلد تعودنا. طيب لا غالب ولا مغلوب. على أي أساس عم تجري هاي المفاوضات اللي حضرتك عم تحكي عنها اللي هي بعيد بالكواليس عم بتصير وما حدا دريان فيها؟ على أي أساس؟ على أساس الدخول إلى هذه السلطة ومن هم الأسماء المرشحة لتمثيل الحراك؟ تعرف شو المشكل؟ أنهم هني ضد السلطة بس مستقتلين يفوتوا على السلطة. قلنا لهم يا خي تعوا ببساطة تعهدوا أمام الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي أنكم أنتم لن تترشحوا الانتخابات النيابية. ما حدا تجاوب. ليه؟ لأنه كلها مشاريع نواب ووزراء، كلها. خي قاضي في الحراك قالوا لي انه انا مش افهم كونوا بوزارة الاعلام.
خي المشكل على هلا طلعت هلا نحن قعدنا 12 يوم خاضين البلد ورايحين لمجهول اقتصادي وسياسي لانه في ناس ما تتوزر. انا عم بقول للناس طيب هلا لحظه بالمناسبه هون احدى اللي كانوا كتير متشجعين هذا الحراك ولا تزال شفتها كاتبه هلا على تويتر سؤال وين القنوات اللبنانيه ومستثني يمكن الـ BBC هلا انتم الاو تي في وضع اخر لانه عم تنقلوا من المناطق اللي يفترض تنقلوا منها وتظهروا للناس مشاكل. اين القنوات وين القنوات الاخرى من تظاهره مصرف لبنان عم تسالهم جاوبوها خي هاي معقول هاي ما ارياني حدا انا بتبعهم تغريداتهم خي انا من موقع العارف ومن موقع اللي بادر ومن موقع اللي اجرى اتصالات عم بقلكن يا شباب بشكل كتير واضح مشكلتنا مع هؤلاء أن لغة العقل كانت غائبة ما قدروا يتفقوا على سطر ببيان ثقافي بدهم يتفقوا على إدارة بلد يا شباب تحكوا معهم ببناء الدولة بيحكوا معك بالانتخابات تحكي معهم ببناء الدولة بيحكوا معك أي وزارات بدهم يعطونا يا شباب أنا عم بقلكن بمحلات معينة قدمت النصائح لهذا الحراك وشاركت أنا وقفت باليوم السبت أو التنين على الحاجز المشترك وقلت للناس لا تخرجوا من الشوارع بس افتحوا الطريق قدام الناس. طيب كل هالشي عم تتفضل فيه ألا يقود حتما إلى سيناريو الفوضى بالبلد؟ إذا بدنا نضل هيك إيه طيب بقينا هيك شو الفوضى؟ أنا بدي أسأل للناس شو الفوضى؟ الفوضى انه ناس معطلة اعمالها ناس معطلة اعمالها ناس ما بتقدر تطلع من بيوتها تضطر كل ما بدك تروح على محل تجري 10 اتصالات لتقدر تقول اذا فيك تروح واصل ولا لا ولا مش واصل هيدي الفوضى ولا لا ما بتشبهكم انا شفتهم بساحة الرياض لا بعد في فوضى اخطر من هيك وبتعرفي شو الفوضى الاقتصادية اللي ممكن نوصلها بعد اخطر من هيك تسكير المصارف ويلعن ابو هالمصارف اللي وصلتنا لهلا حتى هلا هلا بالمشكل ما بدهم يسمعوك هلا بيتهموك يا خيي الوحش بهذا البلد هن المصارف واصحابها هن اللي سرقوا الناس وهن اللي عم يفرضوا الاجنده الاقتصاديه بالبلد هون المشكل انا كنت بدي اقول فكره خيي انا شفتهم بساحه رياض الصبح ما بيشبهوا اللي بيقطعوا الطرقات ابدا انا كنت عم طلع فيهم انا كحدا تعطى شأن عام ونزل ليشارك بهيدي المظاهرة تنقلت من رياض بيت 5 ساعات بالساحة ما بيشبهوا اللي عم يقطعوا الطرقات وكان في ناس لك شو صار المشهد كان كبير في 10% من هذا الحراك عندهم أجندة لما كان المشهد كبير كانوا مش مبين صوتهم لما صغر المشهد استولوا على الساحة ونحن أخطأنا أننا لن ننزل إلى الساحة بكل قوتنا ونقلهم ممنوع تفرضوا أجندة سياسية ما نجيين لنحكي لا عن سوريا ولا عن إيران ولا عن سلاح حزب الله ولا عن السعودية ولا عن أمريكا جايين نحكي عن المصارف عن الفساد عن الهدر عن التوريث عن الإقطاع عن قانون انتخابات عادل ما خلونا عملوا حفلة شتائم تخوين تجريح في ناس بتطلق انه انت شو خصك ليش يا خي شو خصني شيفني انا نائب ولا شيفني وزير ولا شيفني رئيس حزب ولا شيفني كل نهار قاعد مع اصحاب المصارف ومين اللي نظر انه ما خصكون هني اللي كل نهار قاعدين على طاولاتهم رحنا لنهتف ضد الكل صرتوا ما كنت تهتفوا ضد جمرة مسيل وحده كلهم يعني كلهم تسقط منا فؤاد السنيورة طيب ميشيل ستيمان بس حضرتك مش من الجمهور اللي ايضا استثنيت السيد نصر الله من كلهم هل تولى السيد نصر الله مسؤولية عم نحكي كحزب الله لا لحظة وزراء ونواب حزب الله انا اخضع للقاعدة التالية كل يعني كلهم بمعنى الخضوع لسلطة قضاء غير مسيس من يثبت انه ارتكب شبهة او عليه قضية فساد فليحاكم أما كل وهيدي يعني بتنطبق على الفريق الآخر كمان على كل العالم لك لا بتنطبق أول شيء عليه وهن جماعة الحراك طب إذا طب يا خي إذا أنتوا عم تقبضوا من برا وأنتوا يا خي تعوا عملوا لنا كشف قايمين ضد الفقر
ومعكم مصاري. طيب يا خي منين جبتوا المصاري؟ عندك وظيفه صحتين على قلبك، الله نعم عليك، ابوك ومرتك صحتين على قلبك، بس خيي بتجي بدك تركب على ظهري. طمنونا، عم تقول لهم طمنونا. بس انا 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 اتصلت بقائد في هذا الحراك وقلت له يا خيي طمنوا الناس، طمنوا الناس. وانا بزعل، انا بسجلي عندك. ان شاء الله بتنتصر الناس، وانا كتبت ممنوع ان تنكسر الناس، لانه اذا بتنكسر الناس هلا لمئة سنه لقدام ما في امل، ما في امل. ممنوع تنكسر الناس، ولا بد من تنازل امام الناس. نعم. ولا بد من الخضوع لصوت الناس، ولا بد من انه الناس بال2022 تحاسب هون. ولكن بس يا خي نعم خوفتونا بمحل ما، خوفتونا. صرنا عم نطلع فيكم، شو عم تعملوا؟ واضح. شو هالهتافات؟ واضح. بعدين برجع باكد، البلد جيل الشباب بحاجه الى ثقافة قيم. ايه هذه شفناها للأسف، مظاهرات مش عند الكل بس مفقودة شوي. مش هيك المناضلين، الجيل اللي قبل منا ناضل على اختلاف توجهاته، كان يمين ولا يسار، ناضل بالسهر بالتعب بالحرب بالدم. بس بدي ما ناضل بالشتائم. بدي اختم معك بس هون تعقيبا على اللي قلته. أنا بتذكر وقتها كان مرة أحد الأشخاص جرب يحرق علم سوريا من جمهور التيار الوطني الحر، وقتها كان بعده العماد عون بالمنفى، كان جواب العماد عون نحن إياكم تحرقوا علم لأنه هذا العلم يمثل شعب مش بس نظام. يعني هون بس كونك عم تحكي عن القيم، ما بعرف وين صارت هذه القيم بظل هذه المظاهرات اللي عم نشوفها عند البعض مش عند الكل. أنا بدي أشكرك على حضورك معنا، تفضل. الحمد لله كثير على مواقف سريعا إذا بتريد. ضد هذه السلطة مع محاسبتها وتحجيمها وتقزيمها ومنعها من التفكير بأنه البلد ملكها وملك أولادها، بس ولكن وفق منطق العقل مش وفق منطق الجنون. الجنون لا يبني بلد. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي علي حجازي. مشاهدينا نحن رح مستمرين برفقتكم، ننتقل الى رياض الصلح لمتابعه المشهد مع زميلنا جورج عبود، ومنسلم الهوى لزميلنا جاد ابو جوده مع ضيوفه ايضا لمتابعه هذا اليوم الطويل، يوم 12 من التظاهرات والتحركات الشعبيه.